على مسافة قريبة لانقضاء الربع الأول من عمر الدوري الممتاز، ومع مرور 8 جولات بانت ملامح بعض الأندية ومستقبلها بالدوري. القوة الجوية المتصدر للدوري لم يؤمن مركزه جيدا مع تقمص فرق النجف والحدودي والكهرباء دور الحصان الأسود الذي يهدد مسيرة الفرق الجماهيرية بالدوري. بالمقابل يعاني الشرطة حامل اللقب من نزيف النقاط، ونذكر أيضا أن أندية النفط والصناعة والديوانية لا زالت تبحث عن أول انتصار لها بالمنافسات رغم تغيير مدربها. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا عبر الرابعة والرابعة الرياضية والحلقة الثانية من برنامج الدوري، لكن هذه المرة بشكل مختلف تماما. دائما نرحب بضيوفنا المحللين والمدربين، لكن اليوم نحن وضيوفنا المحللين والإعلاميين نرحب بمجموعة متميزة، بمجموعة مميزة من جمهورنا، جمهور أنديتنا. اليوم ويانا مجموعة من جماهير الزوراء والشرطة والطلبة، رحبوا بهم جميعا. أهلا وسهلا، شرفتونا في حلقات الدوري، وإن شاء الله يا ربي تكونون إضافة للبرنامج، وراح نتحاور إحنا وياكم ومستقبلا أيضا بقية الحلقات نتحاور بأمور الفرق وما يخص الدوري. وأيضا أرحب بضيوف الذين اعتدتم على رؤيتهم، الكابتن جبار هاشم. مرحبا كابتن، اهلا وسهلا بك. استاذ حسن عيال، اهلا وسهلا بك. كابتن مصطفى كريم، مرحبا، اهلا وسهلا بكم جميعا. اول مره مو راح يصير هيك، هسه احنا قدامهم، دائما احنا الجمهور خلف الشاشات، اليوم الجمهور قدامنا، نحكي ننتقد نسولف، راح يكون ويانا بالنقاش. وبالتاكيد هذا البرنامج راح يبين قيمه الجمهور وثقافتهم، وين واصلين من الحوار ودرايتهم بأنديتهم وبموضوع الدوري، وأيضا حتى ليس فقط بالدوري، يعني بالمناسبات القادمة اللي تخص منتخباتنا الوطنية وغيرها، راح يكون حوار مباشر مع جمهورنا، جمهور برنامج دورينا وجمهور قناة الرابعة. بالتأكيد الجولة الماضية شهدت العديد من الأحداث، المباريات يعني لم تكن هناك مفاجآت كبيرة، شوية صارت أحداث، يعني بعضها أحداث شغب، أحداث داخل الملعب. سنناقش كل شيء في هذه الحلقة، سنحاول أن نسلط الضوء على مباريات هذه الجولة الماضية من الدوري العراقي، ولنبدأ رحلة برنامج دورينا. طيب نبدأ من مباراة نفط البصرة ودهوك، المباراة اللي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين. يعني سنتحدث عن هذه المباراة مع ضيوفي. كابتن جبار، البداية وياك. يعني دهوك خارج ملعبه تعتبر نتيجة طيبة بالتعادل مع فريق نفط البصرة. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، حييك أستاذ طه وأخوان الأعزاء أستاذ حسن ومصطفى كريم والأخوان الجمهور. طبعا هي فكره طيبه انه انت الان تقعد امام الجمهور ويصير نقاش، بس صعبه شويه. ها لا بالعكس، انت ضروري تسمع اراء الجمهور وافكارهم يعني وطروحاتهم، وبالتالي حتى نصل الى نتيجه معينه من خلال هاي الطروحات. يعني نروح للدوري، نفط البصره ودهوك. طبعا هي مباراه كانت متوسطه المستوى، معظم المباراه كان فريق الدهوك هو الافضل، لكن الشوط الثاني يعني بعض التغييرات اللي اجراها الكابتن عبد الوهاب ابو الهيل قدر الفريق انه يتعادل بعد تغيير نظام اللعب وبعد ما فقد منطقه الوسط. لكنه بالعموم بدا اداء يعني دهوك، طبعا اعتقد انا اختاريت هاي افضل تمريره بالدوري يعني لحد الان، تمريره كانت متميزه من سليمان وليد سليمان وليد. وافضل واسوء
قطع كره دفاعيه من قبل لاعب اختاريته من قبل لاعب دهوك، يعني ترجع الكره كان يعني غير موفق. بالمحصله يعني دهوك بدا مستواه حقيقه بالهبوط، كان مستواه جيد لكنه بدا يهبط. بس بالمحصله انه مباراه تعادل خارج ارضه نقطه ايجابيه. بس يعني نفط البصره يعني لحد الان اداء غير مقنع. نظام اللعب اللي لعب به عبد الوهاب وبالهيل بثلاث مدافعين، غير لعب بأربعة، الفريق استقر، لكنه يحتاج حقيقة يعني كثير من الأمور التكتيكية حتى يستقر. طيب أستاذ حسن، فرق الهدف، هدف تهوك عن هدف نفط البصرة التعادل خمس دقائق يعني، وخطأ دفاعي هدف تهوك، بالتالي كان من المفترض أن على الأقل يستثمر تهوك الدقائق ما بعد الهدف اللي سجلوه. طبعا هدف تهوك أوبوكو سجله، واحد من أجمل الأهداف مثل ما قال كابتن، تمريرة كانت حلوة. أحييك أستاذ طه وأحيي ضيوفك الأكارم وكل مشاهديك ومتابعيك، ونهنيك بداية على هذا البرنامج وهذه الفكرة الجديدة اللي تكون فيها المواجهة مع الجمهور وهذا التواصل. حقيقة الدوري العراقي هذا الموسم يشهد يعني انطلاقة جميلة ويختلف بشكل كبير عن المواسم الماضية، باعتبار أن كل الأندية تسلحت بوجود محترفين وعدد لا بأس به من هؤلاء المحترفين اللي شكلوا إضافات قوية بالنسبة لفرق الدوري العراقي. بالنسبة لنفط البصرة أعتقد يعاني منذ مواسم، خصوصا المواسم الأخيرة، مشاكل إدارية أثرت كثيرا على مستواه وأثرت على تواجده في تسلسل الترتيب فرق الدوري، وكذلك دهوك العائد للدوري الممتاز. لكن انطلاقتهم لحد الآن انطلاقة معقولة، يعني انطلاقة منطقية، خصوصا وهم يتواجدون في المنطقة الدافئة كما تسمى في ترتيب تسلسل فرق الدوري. أما عن سؤالك عن الأهداف والفارق الزمني، هذا يدلل على أن الفريقين نفط البصرة ودهوك يعني ليس لديهم تلك الخبرة الكبيرة اللي يتجاوزون بها المباريات الصعبة اللي تواجههم، بالرغم من أن فريق نفط البصرة كان لديه أدفانتج باعتبار يلعب على أرضه، لكن غياب الجمهور، هذه الفرق اللي ما تتمتع بمظلة جماهيرية ظلت تعاني حتى وأن سجلت تقدم أو بادرت إلى التسجيل أو يعني التهديف في وقت مبكر أو على حساب الفرق المنافسة، لكن ليس لديها ذلك المظلة اللي يمكن أن تسهم في جعل الفريق يواصل هذا الزخم الهجومي أو الزخم التهديفي. التعادل أو العودة، عودة فريق دهوك كنت أجدها عودة طبيعية بحسب مشاهدتي للمباراة، لأن لم يكن هناك فارق فني كبير يجعل فريق نفط البصرة يتمكن من تجاوز فريق دهوك ويستمر في مسألة التقدم بهدف. طيب، بالرغم من أن نفط البصرة فيه إضافة جديدة، عودة اللاعب أحمد جلال، هذا اللاعب اللي حقيقة شكل في موسم ما ظاهرة بالنسبة للاعب شاب يأخذ هذا الحيز من الاهتمام والمتابعة إن كانت جماهيرية أو إعلامية، لكن الإصابة طبعا جعلته يعاود أو يرجع إلى يعني نقطة البداية، والآن عودته للبصرة أعتقد بأنها بداية الانطلاقة ثانية. جيد، بس أذكر بأنه إحنا عندنا 10 مباريات نحاول نختزل، لأن عندنا جمهور راح يتداخل ويانا كثيرا بالمستقبل الحلقة. رغم ذلك نفط البصرة مركز 13، تهوك بلاعبين ما عندهم خبرة عالية بعد حصولهم على فرصة البطاقة بالممتاز. نفط البصرة مركز 13 علامة استفهام على أبو الهيل مع فريق نفط البصرة. بالبداية تحياتي لك سطاها وكل عام بخير مناسبة عيد ميلادك 25. الحمد لله البارحة كان نقول نشوط عيد ميلاد على الحلقة، يعني الحمد لله أنه كملت 25 سنة صح؟ 24 شو تقولون جد عمري؟ اللي يعرف جد عمري إلى جائزة ثلاثة عربه والله صح. تحياتي لك وتحياتي للكابتن جبار هاشم والأستاذ حسن والأخواني الجمهور اللي منورين، وهنيك على الفكرة الحلوة الممتعة والغريبة من نوعها. نرجع للأمور الفنية بصراحة، يعني المباراة يعني نوعا ما مقبولة، يعني ليست بالمستوى العالي ولا يعني ولا كانت سيئة، نوعا ما مقبولة. كانت أكو فرص،
اكو بعض اللمسات وبعض اللمحات الفنيه اللي كانت من الطرفين، خصوصا يعني نفس ما تفضل كابتن جبار قال الهدف جميل جدا والثرو باس يعني انا اشوفه انه طبيعي يعني اي لاعب يقدر يسويها، بس الغريب بالامر احنا يعني قلة نشوف هاي بدورينا، يعني قلة عندنا صانعين العاب، فلهذا السبب نشوفه انه غريبة. يعني احنا لحد الان يمكن 8 جولات او 9 جولات ما شفنا مثلا باص بالعمق او مثلا ما شفنا باص مثل النوعية هاي، فاحنا نشوفه انه غريبة علينا. لا هو الكرة بعدين يعني افترت بطريقة لعبها بطريقة بحرفنا شوية يعني التكنيكة كان عالي بالباص. بالمجمل انه الفريقين كانوا باستطاعتهم انه يحصلون نقاط المباراه، سنحت لهم فرص، ممكن يعني الافضليه كانت النفط البصره بالشوط الثاني، بس انا مستغرب بس يعني دهوك اخذ نقطه مهمه، نقطه جدا مهمه، يعني كان بالامكان ان دهوك الشوط الاول يحسمون المباراه، ضيعوا اكثر من فرصه. العلامة الاستفهام اللي أنا مستغربة لحد الآن، يمكن ما أدري كابتن أبو الهيلي يعني ما أعرف، كل واحد إلى وجهات نظر. المهاجم رقم 90 اللي هو الهداف الموسم الماضي اللي كان بنفط البصرة، أنا أشوفه يمكن ها صار مبارتين ثلاثة ما يلعب مكان الحقيقي اللي وراس حربة كلاسيكي، دائما نشوفه ساقط. يعني أنت حتى إذا تشوف المباراة وتشوف المباريات اللي قبلها ما تشوف راس حربة مثلا، حاليا نحن نشوفه صانع العاب واحمد اللي هو راس حربه حقيقي. انا وجهه نظري انه ذا يلعب بمركزه لان هو لاعب محطه لاعب قوي، انت تشوف كل الكرات العاليه كل الالتحامات البدنيه هو تلقاه يعني موجود بها، بالاضافه لهذا عنده الحس التهديفي افضل من اللاعبين الموجودين. حتى حيدر يعني غيابه، حيدر العام يمكن مسجل 9 اهداف او 10 اهداف صح. لاعب نفط البصره ايضا ماكو علامات استفهام، يعني انا من عندي لاعب عند الحس التهديف وعند اللمسه الاخيره انا احتاجه، مو شرط انه ابدي بيه ومو شرط انه لعب الفول تايم يعني 90 دقيقه، ممكن بعض الاوقات بس اختار له الاوقات الصحيحه، لان احنا نفتقد بدورينا ونفتقد يعني بملاعبنا اللمسه الاخيره وللهداف. طيب بالمجمل انه مباراه مقبوله، يعني نتمنى انه تكون المباراه المقبله لفريقين مستواهم افضل ان شاء الله. المباراه انتهت بالتعادل الايجابي، دهوك مركز 11 نفط البصره مركز 13. دعونا نذهب الى الكرخ والحدود، مباراه الفرق اللي الترتيب العام، اي هذا الترتيب العام، شفنا دهوك ونفط البصره. طيب المباراه الثانيه ما بين الكرخ والحدود، المباراه اقيمت على ملعب الشعب، وبالتالي المباراه ايضا انتهت بالتعادل. الحدود سجل ومن ثم نهاد محمد سجل الكرخ دقيقة 77. كابتن جبار الحدود المفاجأة أم المنطق؟ يعني شوف أي مدرب هاي يعني من خلال متابعتنا يدرب فريق بالدرجة الأولى ويكمل وياه بالدوري الممتاز يحقق نتائج طيبة. هسه مثلا دهوك وبكل الأحوال هو دا يقدم نتائج مقنعة، أحسن بواب من الفرق اللي نفط البصرة وغيرها ونفط يعني ونفط نفسه وغيره بالضبط. فأعتقد أنه دهوك وصوله إلى هذه المرحلة وهو صاعد من الدوري الممتاز جيدة جدا. كذلك الحدود ده يقدم أداء رغم أداء متميز، لكن رغم أنه هو كان يستغل هاي الفرق ويحصل على 3 نقاط من منافسيه، يعني هو يعني مثلا فاز على النفط فاز على الطلبة، يعني هاي نقاط كانت مو بالحسبان، قدر يعني يكون رصيدة من نقاط جيد. أنا أعتقد محترفين الحدود محترفين متميزين أضافوا الكثير للفريق، واستقرار الكادر التدريبي هي هاي عملية الاستقرار. حتى الكرخ يعني الكرخ هسه بالمركز، هو بالمركز التاسع. أنا أشوف يعني الكرخ في ظل هجرة لاعبين متميزين على رأسهم حسن عبد الكريم قوقية، يعني أداء جيد يعني باعتقادي أني، لأن الكرخ يعني ما وفق كثيرا في هذا الموسم قضية المحترفين باستثناء المدافع أعتقد البرازيلي. الهجرة أثرت على إذن الكرخ الهجرة أثرت على وضعه زين، بس فترة انتقالات ممكن يعوض محترفين. الحدود لا، حسابات جيدة، جلب محترفين، المحترفين كانوا مؤثرين، استقرار المدرب، نوعية اللاعبين الموجودين بالحدود صار لهم فترة طويلة، كل مقومات النجاح موجودة، إذن الحدود دي يحقق نتائج طيب متميزة أنا باعتقادي. خلي أسمع ضيوفنا الجمهور
اللي عند رأي بموضوع الحدود، الحدود اللي فاجأ كل الفرق، فاجأ المتابعين للدوري، قدم مستويات ممتازة. احنا اللي لازم المايك يحكي لو من عده وجهه نظر، عده راي بالموضوع الحدود وقدرته على شلون قدر، شلون تشوفون فريق الحدود كمشاهدين. تفضل اسمك. فلاح الزورائي. اهلا وسهلا. رحب بالضيوف. اهلا وسهلا بجمهورنا. طبعا فريق الحدود بدايه موفقه من خلال اعداده، يعني لعب مباراه تجريبيه مع نادي الزوراء. انا حضرت مباراه نادي الزوراء، تمكن بصعوبه الفوز عليه في مباراه 2-0. كان مغاير بالدوري، مباراه تجريبيه اللي ظهر بها، مباراه الرسميه ظهر افضل يعني، وبدا يقدم. وايضا مدرب عادل نعمة يعني دا يقدم مستويات جميله من خلال. بس فلاح، تعتقد بانه الحدود او غيره وجودهم او اذا تميزوا ممكن يعطون اثاره اكثر للدوري؟ الحدود غلب الطلبة، سوى واحدة من المفاجآت المهمة، واصلا النتيجة اثرت هواية على حتى على مستقبل الكادر التدريبي. نادي الحدود تعادل ويا الجوية، يعني مؤثر بالدوري، واحنا دورينا بدا نشاهد مباريات جميلة، يعني خاصة الاندية مثلا نفط الوسط، ايضا قبل كم يوم همتنا حرجنا، يعني احنا نادي الزوراء يعني. فنحن نتمنى ان شاء الله التوفيق لنادي الحدود والأندية. شكرا لك فلاح، شكرا جزيلا. استاذ حسن، الكرخ والحدود، يعني انا اعتقد هناك ميزه بالنسبه لهذه الفرق انه لا تقع تحت الضغط. يعني الضغط الجماهيري حقيقه يولد اسباب كثيره، يعني تجعل الفريق ما ياخذ استحقاقه الطبيعي. لانه بنفس الوقت احنا نقول والله لو عندي جمهور صحيح يحفز اللاعبين، صحيح جمهور يحفز الفرق. هذه الفرق اللي قيمة اللاعب بس بالنسبة للفرق الجماهيرية يختلف وضعها. هذه الفرق ليست لديها طموحات بعيدة، يعني تلعب بشكل مستريح. وتحدثت عن نقطة مهمة وهي حالة الاستقرار بالنسبة للجانب الفني والتدريبي. هذا يجعل المدرب اللي يعيش عمر طويل مع اللاعبين يتفهم كل أسرار هؤلاء اللاعبين، ويوظف إمكانياتهم وطاقاتهم بالشكل اللي يجعل الفريق يحقق نتائج إيجابية. وضع الحدود والكرخ تقريبا وضع متشابه، يعني بوجود أحمد عبد الجبار كنجم سابق لفريق الزوراء، مدربا لفريق الكرخ، وكأنه تشعر بأن هذا المدرب اللاعب السابق بصمة كرخية. يعني ما اعتقد، انا ما اشوف صارت كيمياء بينه وبين الاداره، يعني ما اقدر اشوف احمد عبد الجبار في فريق اخر غير الكرخ. وكذلك عادل النعمه مع الحدود، يعني وضع متشابه. عادل النعمه راح ورجع، راح ورجع، صرت اذهب بها بالحدود. اي يروح بس يرجع، ما يقدر يغادر. يعني كالسمكه ما يستطيع ان يتغادر. بس احمد هوايه صار مساعد فتره مع الله يرحمه عبد الكريم سلمان. عبد الكريم سلمان الله يرحمه الله على طبعا هذا ينطي فائدة بالنسبة للمدرب أحمد عبد الجبار، أنه استفاد من وضعه كمدرب مساعد، وامتلك الشجاعة الكاملة الآن مع فريق الكرخ. وحتى غياب عدد من نجوم فريق الكرخ اللي كل موسم يرحل عدد من اللاعبين إلى الفرق الأخرى، لكن تشعر بأن هذا الفريق لديه مطالب. هو بالنتيجة متفقين من التاسع ثامن تاسع عاشر، هذا اللي الأمور خلاص، هذا اللي تحدث عنه. هذه الفرق ما عندها طموحات، لا عنده استراتيجية غير شيء. استراتيجية الكرخ تختلف عن استراتيجية الجوية أو زوراء، ما عنده طموحات أن يصل لللقب، فلهذا يلعب بدون ضغوط، يلعب لحتى يوصل للقب. أنا أقول لك إنه الإدارة مقتنعة، والجهاز الفني يطب بمحرقة، وحتى اللاعب بالضبط. هذا شيء الكرخ والحدود. أنا قبل ما أتكلم لكل الأمور الفنية، يعني بخصوص المباراة، يعني إذا تسمح لي إنه أعقب على نقطة سألت بها الكابتن. فريق الحدود يعني هذا الموسم فريق واقعي، طول ما انت واقعي تمشي بالطريق الصحيح زين، يعني ماكو فلسفه وماكو، يعني يلعبون للشو، يلعبون بالمنطق بقدراتهم، هذا اللي نجحهم وهذا اللي وصلهم لما هو النتائج الايجابيه اللي حققوها استحقاق طبيعي. ادائك بالملعب بغض النظر عن الاسماء، بغض النظر عن الامور التعاقد، الامور الماديه، اسم المدرب، نوعيه اللاعبين، هذا كله ما يشفع. يمكن كابتن جبار يأيدني بالموضوع لان احنا بالامور الفنيه. الشيء اللي ميز فريق الحدود يعني هذا الموسم، المحترفين
اللي استقطبهم لحد الان نجحوا بالطريق الصحيح، تاقلموا بشكل سريع. بس احنا الجوله الثامنه. لا هو انا قلت لحد الان، قلت لحد الان زين هم محترفين الحدود ومحترفين الكهرباء اللي انطوا انطباع جيد لحد الان، لحد الجوله الثامنه ان المحترفين بالامكانيات المحدوده الماليه اللي انصرفت لهم واللي استقطبوا بهم انا اشوفهم صفقات ناجحه. ليش؟ انه سووا اضافه للفريق عكس باقي المحترفين اللي جو بمبالغ عاليه، مثل حتى الفرق الجماهيريه الفرق الاخرى المحترفين لحد الان ما سووا فارق وما كانوا اضافه للفريق. نرجع للامور الفنيه، الفريقين يعني نفس نقطة، نفس ما تكلمنا مباراة نفط البصرة والدور، كان الفريقين يعني بأي لحظة ممكن واحد ياخذ 3 نقاط. بس انت تشوف الفريقين كمستوى فني متقارب، يعني اكو تقارب بالمستوى الفني، رغم انه كانت الأفضلية نوعا ما الفريق الحدود، بس الاستعجال اللي كان عندهم بنفس الوقت يعني ضياع الفرص، يمكن حتى هي ما كانت فرص محققة 100% وفرص يعني كثيرة وبالجملة، بس انه كان بالامكان انه يقدرون يعني ياخذون 3 نقاط طبيعية. ايضا فريق الكرخ، انا وجهة نظري انه فريق الكرخ المستوى الفني عندهم افضل من ما هو عليه حاليا، رغم انهم فنشوا بالسنة الاخيرة بالموسم اللي فات اداء كنت اتمنى انه يستمرون عليه هذا الموسم. اكو تراجع كان نوعا ما، حتى لما يعني دائما اتواصل ويا كابتن احمد عبد الجبار ونتكلم بهذا الموضوع، لحد الان اكو لاعبين يعني ما لبوا طموحه سواء من المحليين او المحترفين، عندهم الافضل، ممكن الفتره الجايه، ممكن الاستمراريه، ممكن طيب يعني المباريات المقبله نشوف الكرة نشوف الاداء الأفضل. طيب خلينا نشوف خلينا نشوف تصريحات مدربي الفريقين احمد عبد الجبار وعادل نعمة، بعدين نرجع ونكمل الحديث عن مباريات الدوري. مشكلتنا الحقيقية اللي حد الآن تتمثل بضاعة الفرص. ماكو فريق بالدوري العراقي كل مباراة يحصل 4 انفرادات صريحة، مباراة سابقة انفرادات صريحة، مباراة اليوم الحد الدقيقة 37 و38 3-1، بعدها كانت نتيجة التعادل 3-1. أنا يمكن جنجنوني على الحالة 3-1 مو خرجت عن السيطرة، بالعكس احنا بدنا نحصل فرص وبدنا نوصل، بس مشكلتنا باللمسة الأخيرة هاي النقطة. النقطة الأهم من هذا انه احنا المباراة السابقة ومباراة اليوم فاقدين 8 لاعبين أساسيين، بالضبط 8 لاعبين أساسيين. يمكن اليوم أي فريق بالعالم من يفقد هذا العدد من اللاعبين أعتقد يتعرض لمشاكل، لكن الحمد لله وشكر قدرنا يعني نسيطر على الفريق وقدرنا نبث روح الحماس والإصرار والعزيمة باللاعبين وتقدمنا بالمباراة. وبعد الهدف يعني يمكن أكثر من 3 أو 4 فرص محققة للتسجيل، الكرخ ما حصل أي فرصة حقيقية يمكن باستثناء فرصة الهدف. طبعا مباراة صعبة أمام فريق صعب، فريق ما خسر بالدوري اللي هو فريق الحدود. عندنا بصراحة بعض الغيابات المؤثرة، يعني شهاب رزاق فرحان كابتن الفريق، يوسف فوزي، مصطفى وليد، جعفر، ذول ركائز أساسية الموسم الماضي. بصراحة عندنا يعني كلفتنا يعني سوء بصراحة في بعض أوقات المباراة، سوء الأداء، لكن الحمد لله والشكر يعني شفت يعني ضربة الجزاء صارت قدرنا انه نرجع، وهذا الشيء مهم. مو سهل انه ترجع امام فريق الحدود اللي معروف انه بالجانب البدني والجانب الدفاعي، رجعنا وحصلنا على يمكن اكثر من فرصة سهلة، لكن الحمد لله والشكر يعني النتيجة قابلين بها نوعا ما، ان شاء الله تعطينا دافع نحو المباراة القادمة ان شاء الله. طيب تابعنا تصريحات المدربين القاسم والنجف، المباراة على ملعب كربلاء انتهت بفوز النجف بهدف دون مقابل. طبعا المباراة شهدت ايضا احداث شغب مؤسفة بين جماهير القاسم وجماهير النجف، بس ليش صارت على شنو ما اعرف. طيب هذا هدف النجف اللي سجله باولو، سجل برونو باولو. النجف مركز 3، القاسم مركز 16. كابتن جبار يعني نجف يعني جولات الأخيرة أو بعد التوقف طلع كأنه ما غير فريق. شوف بداية النجف يعني هذا نقطة لازم نثيرها، يعني الصبر على المدرب. بداية النجف يعني خسر مع الجوية، صارت هوسة عليه والجمهور، اي وبعدين تعادل ويا نفط البصرة وتعادل ويا الكرخ، بعدين بدت
بدا اللاعبين يهضمون فكر المدرب. بدا فاز على الصناعه، فاز على زاخو، على نوروز، نوروز وفاز على الزوراء وفاز على القاسم، خمس مباريات فوز متتالي. اعتقد افضل فريق ده يقدم من ناحيه النتائج هو النجف. شوف هنا دور المدرب، يعني هاي تحيه الى يعني المدرب احمد خلف، انه انت مدرب كيف يعني تنقل فريقك من حاله الضغط النفسي. فريق النجف فريق جماهيري الى وضع انه الفريق يعود بنغمه الفوز. الفوز بدا ينطي ثقه للفريق. اكو لاعبين متميزين حقيقه بفريق النجف، يعني بالاضافه الى باولو الهداف، انا اشوف اللاعب معين لاعب صانع العاب يعني متميز جدا يعني بفريق النجف. مهدي طيب. كامل اداء كان ايضا اداء متميز. اعتقد النجف يعني حسب يعني تقييم ومتابعتي للدوري افضل فريق حاليا من ناحيه النتائج. يعني هسه قد يكون بعض الاحيان المستوى فتره فترات يرجع يدافع، يعني ما ينطي مساحات للخصم، لكنه افضل فريق من ناحيه النتائج. ممتاز. خلينا نسمع راي مصطفى كريم حول القاسم، بعدين عشانك استاذ حسن على موضوع الشغب حتى نشارك الجمهور بالموضوع. القاسم تتوقع افضل من فريق علي عبد الجبار؟ العفو، اتوقع شيء بشكل عام توقع افضل من ما شاهدناه من القاسم لو خلاص هذا الوضع. شوف طبعا تحياتي لاخوي وصديقي الكابتن علي عبد الجبار، ومشكور على كل اللي قدمه مع فريق القاسم. بصراحه انت اليوم من تفقد الامور الماديه ما تقدر تنجح، بس هو ده يعمل بالمستحيل مع فريق القاسم. يعني تتخيل يمكن الفترة السابقة يمكن 45 يوم إلى 50 يوم يلا استلموا مستحقاتهم، رغم أنه كل اللاعبين عندهم رواتب، بس رواتب صحيح. بدون عقود. محترفين يتأخروا، الظروف الملعب، ظروف النقل، يعني هواية أكو أمور يعني سلبية ده تحصل. بس رغم كل ذلك أنه الكادر التدريبي بقيادة علي عبد الجبار باعد اللاعبين عن كل هاي، هو متحمل ومصدي هذا الشيء. هذا يعني شجاعة المدرب وشجاعة الكادر التدريبي، ثقة المدرب باللاعبين، واللاعبين دي يلعبون بإمكانياتهم. يعني لحد الآن هم واصلين النقطة يمكن 8 نقاط أو 9 نقاط. ثمان نقاط هم بالإمكانيات اللي موجودة أنا أشوفها طبيعية. أداهم يعني حتى المباراة الأولى إذا تتذكر اللي خسروا بيها ويا الطلبة لحد دقيقة 83 الجولة الأولى، لحد دقيقة 83 هم يعني متقدمين 1-0. مباراة الجوية أيضا خسروها بصعوبة. حتى يعني تشوف كل النتائج السلبية والخسارات، ما دي يخسرون، ما دي يطلعون مثلا بسكور عالي، مثلا يخسرون بأهداف كثيرة، أو مستواهم الفني يكون دائما متقارب مع الفرق الأفضل منهم فنيا. أي بس ممتاز، بس بالنهاية الخسارة، هاي الخسارة اللي ممكن سوت رد فعل عد الجمهور أستاذ حسن. ما أعرف بعد، نحن بالبداية بعد 8 جولات الشغب بين الطيتونة يا أي هذا هسه الشغب والمشكلة، وإحنا مقبلين على كأس الخليج صورة مو صحيحة. يعني هذه الصور الحقيقة اللي دا نشاهدها صور مؤذية ومخدشة. أعتقد هي استمرار للوضع اللي شاهدناه إن كان في هذا الموسم في عدد من المباريات اللي شهدت أيضا أحداث شغب، خصوصا في المباراة اللي تقام في كردستان العراق، وتحديدا مباراة زاخو ويرجعون الدور الجاي جمهور وما حصل بها، وأيضا بالمواسم السابقة وقلة الإجراءات الرادعة لما يحصل على المدرجات هو ما يوصل الأمور إلى هذا الحد. وحقيقة أنا على المستوى الشخصي أخشى مما يمكن أن يزيد عن هذه الأمور، لأنه لا تجد العلاجات الناجعة لإيقافه على المدرجات، خصوصا أنه يعني بعض الديربيات إن صح القول، يعني المناطق القريبة تشاهد النجف وكربلاء أو النجف والقاسم، كربلاء والقاسم، هذه المباريات فيها حساسية وكأنه يعني بها بعد اجتماعي سابق. يعني احنا نعرف أنه هذه المباريات ستشهد أحداث غريبة، لأنه هناك بعض التعصب اللي تجده بين المشجعين أو الأنصار لهذه الفرق القريبة جغرافيا، كما يحصل حتى في كردستان. يعني الفرق القريبة أربيل ودهوك أو ودهوك وزاخو، احنا عندنا في بغداد أيضا الفرق الجماهيرية القريبة الشاهد مثل هذه الأحداث. أعتقد على اتحاد كرة القدم ولجنة الانضباط
يعني أن تحدد جملة من العقوبات الرادعة اللي تحد من هذه الظاهرة. جيد، هسه هو هو استمرارها يمكن أن يؤدي. شنو ممكن يسوون؟ خلي أسمع. تفضل اسمك. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. أخطأ، إحنا نشكر. العفو، اسمك؟ عفواً. أنا ليت الشرطاوي. أهلا وسهلا لي. طبعاً كفت مداخلة بسيطة بموضوع الشغب. نعم. كل الحب والاحترام لجماهير النجف المثقفين. أنا صار لي أشجع الشرطة من طفل. ما في يوم إحنا رحنا للنجف كجماهير الشرطة ويجوز يشاركوني الإخوان جماهير الزوراء. رحنا للنجف إذا ما تعرضنا لساعة. هل جماهير كربلة؟ جماهير النجف بالذات. من تروح لهم مع جل احترام منهم البعض منهم ما عندهم البروفيشنال العالي إنه يحترمون الضيف. كل ما نروح لهم نضرب بالحجار سب وشتم ويجون هنا إحنا نخليهم على رأسنا. ما في يوم واحد نضرب ملعب الشرطة. عجب حددت النجف. مو أول مرة. إحنا متعرضين له. ضايقيه على قولتين. بدأت المشاكل. احنا نحكي نشكي. احنا نشكي حتى يوصل صوتنا. انت حالة. حالة وحدة. بس ما يصير تعممها. ليش حالة. احنا كل ما نروح. كل ما تروح. كل ما نروح وجماهير السنة. من ايده من ال. والزوراء ايدك. ها. السلام عليكم. السلام. اسمك حبيبي. ابو ذر. ابو ذر. اهلا ابو ذر. حبيبي كابتن. نرحب بالضيوف الاعزاء وبالكباتن الاعزاء. كابتن جمهور النجف يعني جمهور مثير للمشاكل. يعني احنا ما نعرف يعني نروح ملعبهم يسوون مشاكل يجونهم ويجوننا ببغداد احنا نرحب بهم نستقبلهم يعني ما اعرف كابتن يعني ثقافه ماكو ما ادري يعني انا مع احترامي للاخرين بس كابتن هي لازم يعني واحد يكون صريح ليش جامل اذا عفوا تفضل اسف على المداخله انا اخالفك بالراي مع احتراماتي وتقديري طبعا كل شخص نحترمه كابتن انا مسكنت اهل النجف على راسي من ما تكون اليوم بات هنا على راس تيجي ونخلي يعني هم اصدقائي واخواني بس هم ما اعرف يعني هاي الثقافه تسمح لي استاذ طه زين اي احنا ما نريد نعمم زين. مو الكل ممكن افراد هم مغرضين هم مسيئين نفسهم فيدعمون على الجمهور ككل يعني احنا ما نريد ان نقول مثلا كمثال ان جمهور النجف كله نفس ما الفضله واخوان ممكن تصير حاله ممكن تكون رده فعل احنا خلينا نروح للامور الايجابيه نعوف مثلا الامور السلبيه نعوف مثلا المشاحنات احنا مقبلين على بطولات يعني قارية بطولات خليجية بطولات آسيوية مقبلين احنا بالعراق اتمنى ان رسالتي تكون واضحة من رؤساء الروابط الموجودين الاخوان الموجودين الباقي الجماهير الاعزاء كلهم كلهم كل الاحترام والتقدير هذا دورهم وهذا دور ثقافتهم حضورهم كلامهم لان هم المسؤولين عن الجمهور مدربين يثيرون الجمهور. لاعبين ومدربين بالساحة يثيرون الجمهور. صحيح. صحيح. إيه تفضل. قربوا المايك واسمك دون زحمة عليك. تحية طيبة لك ولضيوفك وجمهورنا العزيز. أهلا وسهلا بك. أنا محمد سلطاني كاب ولا تراس جماهير الطلبة. أهلا وسهلا بك أبو جاسم. أهلا وسهلا بك. إحنا طبعا هاي المنظر اللي كان شاهد بمباراة القاسم والنجف نعلق عليها يعني صورة غير حضارية وتعكس على أخلاق و. جمهور العراق بصورة عامة لكن احنا ما نعمم نقول النجف يعني جمهور نجف بأكمله جمهور مسيء وغير حضاري لا بالعكس جماهير عندنا هم من جمهورنا بالشمال هم نفس الوضعية فأكو تلقى كل جمهور تلقى بي يعني حتى بغداد صار شغل خب ترجع نفسكم لا ترجع نفسكم خارج قوس ساطة ترجع ايه؟ لها احنا الأندية الجماهيرية الأربعة ايه؟ يعني كطلبة زوراء جوية شرطة ايه؟ مثل ما تفضل الأخ نذهب محافظات يعني ما يرحبون بنا ذاك الترحيب مثل ما احنا نرحب بهم ببغداد زين فاحنا نتمنى ها يعني انت مره بيك هذا مره العام استعطاها فزنا على القاسم اخر دقيقه ملعب القاسم والله حصرونا بالملعب احنا كجمهور الطلبه بالبطاله بطاله قزاز زين الله يشأ ونزلنا أن الكابتن وقع يعني تحاصره ولأن شلون احتفلنا احنا وفزنا عليهم هي مو هيك شيء هسه احنا والشرطة احنا والزوراء احنا والجوية تصير منافسة بدون إساءة يعني بالمدرج نطلع ورا التسعين دقيقة احنا كلنا أصدقاء وإخوان وما منسي لأن هذا المسمى راح يعكس على جمهورنا الرياضي وعلى سمعة الدوري طيب مداخلة تفضل بس نحاول لان عندنا بعد العفو استاذ خلي لازم تفضل استاذ شكرا جزيلا اهلا وسهلا بك حج ضاري من جمهور القيثار الخضراء اهلا وسهلا بك حج تعقيبا على كلام الاخوه يعني مو بس النجف ولا المحافظات الوسطى ولا الجنوبيه
أربيل يعني يظل الجمهور هناك محاصر، زاخو ادهوك والله احنا حتى من ما نروح لهم نظل وياهم على اتصال، عبالك رايحين للجبهة والله العظيم. نعم على اتصال ويا مين؟ ويا الجمهور. ها ويا جمهور، ويا جمهورنا احنا من مروح عبالك رايحين للجبهة. وين وصلتوا؟ خلي تولي النتيجة من هاي السوالف، المهم سلامتكم، المهم يعني بين ما يوصل هنا يعني تافلين المرحشة السام. زين زين احنا بالنسبة لنا الكباتن خلي يسمعونا، احنا بالنسبة لنا كروابط والله حتى يعني مثل ما نقول نجيب الشيء الزين للجمهور الباقي والترحيب. زين ما نقبل على اي خطا، اي خطا اكو اخطاء الجمهور انت ما تسيطر عليه وحدك، مو واحد واثنين ولا عشرة. زين والجمهور كله يعني احنا كروابط، كروابط المسيء نقول له اقعد اسكت ما لك علاقة انت. زين المفروض صارت عندنا ببغداد احداث، صارت عندنا يعني هسه لا مو هسه الكلام هسه يسمعوا بقيه الجمهور. سيدي العزيز، سيدي العزيز جايين بالاستوديو، سيدي العزيز، سيدي العزيز الجمهور مو واحد واثنين وانا وضحت لك ولا عشرة. زين فاحنا مثل ما نقول الواحد يسكت عشرة، العشرة يسكتون وهكذا وهكذا. صح زين هاي اللي نتمناه. إذن القياده، القياده مهمه، هذا اللي نتمناه من جمهورنا مع طيب. الروابط الباقيه الجويه الزوراء الشرطه الطلبه اعمده بغداد مثل ما نقول. كابتن زين شكرا جزيلا. شكرا حجي اخر مداخله، عندنا وايد مباراه راح نحكي عنها. اشكر قناتكم قناه الضيوف الكرام والجمهور ان شاء الله. هاي موضوع مهم طبعا كابتن طه، لازم يعني ينطرح هذا الموضوع فيه. يعني موضوع الجماهير من تروح خارج الديار تلعب، مثل الأندية تلعب خارج الديار، مفروض أكو فد صيغة أو فد طريق على هذا الموضوع. يعني الأندية الجماهير يعني تروح تلعب مثلا مثل رحنا العام للشمال كنادي الطلبة، يعني وصلنا كرابطة وصلنا للملعب زاخو العام، يعني من طبينا أول ما فتشونا كان يقول شايلين سكينة. شنو سكينة؟ شنو الموضوع؟ يعني اكو موضوع سكينة شاليه؟ يعني ماكو عندنا احنا هنا يعني ببغداد او المحافظات الجنوبية او الوسطى وين ما تكون، هاي ما عندنا. من سألت هناك واحد من الاخوان اللي بالزاخولي من سألته بهذا الموضوع يقول هنا عندنا كأنما مو مباراة، كأنما معركة تكون. وتشوف الجمهور اللي اجى انغلقت عليه البيبان وساعة ونص الجمهور محصور فوق على المدرج ما يقدر ينزل، عبره ومن جهة المقصورة اللي هي الرئيسية يلا قدرنا نطلعهم من الباب الرئيسي، عبالهم كجمهور زاخو مو عبالهم كجمهور طلب واقفين ويأشروا لهم. وهذا اللي وأخير شيء طلعنا يعني بسيارة كرابطة وهاي دورية قدامنا ودورية ورانا والفريق كذلك، حتى الفريق من طلع راد يرجع من زاخو لبغداد دورية قدامه ودورية وراه، ماكو هيك يعني احنا مو مع. بالتالي هاي يعني المشكله زين. مشكله بزاخو هسه الجمهور راح يرجع، اتمنى من جمهور زاخو يرجع يكون اكثر هدوء اكثر اتزان، لان هاي قصه غريبه. نروح على مباراه العفو كابتن طه ولا مداخله بسيطه، بالرغم من نشوف جمهور دهوك من اجانه يعني والله العظيم ضيفنا بي يعني حسن الضيافة وحتى كل الأندية الشمالية، احنا ما عندنا اي اساء او اي تاتش ويا اي نادي او اي فريق نلعب وياه، حتى من نروح للجنوب والاساءة اللي صارت العام ويا القاسم، يعني صور بطالة حتى بطالة هذا العصير الراني وجمهور الضرب وجمهور تأذى وجمهور نهزة وجمهور ختل ببيوت. ما عرفت يعني اسمك. اتمنى انا علي كريم حبيبي. علي ما عرفت اسمك. علاء نشرف بيك. شوف تكون الرسالة واضحة، هو هنا ما مقصود جمهور بعينه، احنا حكينا عن النجف القاسم سلوك بعض الجماهير حتى ما تتحدد بقصة مناطقية طائفية تقولك لا تحكيتوا على الجهة بدون جهة. لا العفو احنا مريد إساءة النادي، بالرغم أنا جمهور نوروز بسليمانية جمهور كان يعني بصور قاعد ويا جماهيرنا محترم ما عنده اي اساءه، يود كل كل الانديه يعني كل الانديه يعني ما عندهم ما اعرف اي طيب خلي نروح للطلبه والديوانيه، المباراه بملعب المدينه، الطلبه تغلب بهدفين مقابل هدف. هاي المباراه اللي الديوانيه كانت بدون مدرب بعد استقاله سامر سعيد كابتن جبار.
طبعا كم واحد من الطلبه هنا؟ واحد موقع تليفون على النوم. هاي لو حبايه ما ضغط. اي ايش كم واحد جمهور الطلبه هنا موجودين؟ أربعة. امورهم زين الطلبه. اي فريق الطلبه بعد يعني بالعوده بعد التوقف يقدم اداء ممتاز يعني حقيقه، خاصه مباراته مع دهوك، ثم قدم مباراه كبيره امام الشرطه كانت هي مباراه يعني جميله جدا، وفوز على الديوانيه ايضا يعني فوز مهم. الطلبه يعني اكو يعني اولا توفق في باعتقادي يعني انا بعض المحترفين اللي غيروا واقع فريق الطلبه من خلال الادوار اللي يقومون بها، مثل جايلسون اللاعب البرازيلي هو لاعب جناح يمين لكنه دا يدخل للنص يؤدي ادوار متميزه، ضرغام دا يؤدي اداء يعني ممتاز. اعتقد انه غياب وقع انطى فرصه للمهاجم، انا اعتقد هذا راح يصير مهاجم يعني ممتاز، حسين عبد الله لاوندي يعني حقيقه اول لاعب اخلاقه ممتازه، لاعب يتمتع بمواصفات انه من يدخل الجزاء يسجل، وهاي ميزه كلش يعني محتاجها احنا يعني كمستقبلا، يعني انا اتوقع لانه مستقبلا ممكن يعني يكون منتخب وطني، يعني انا شفته من خلال مرنت الطلبه يومين فسويت بعض التمارين التهديفيه، حسين من تعطي كره كانه يعرف وين يحط الكره يعني بالجزاء، يعني عبارك شلون مصنوع بالجزاء، فاعتقد حسين حقيقه لاعب متميز بالاضافه الى لفت انتباه اليوم وين حسين يونس ها لفت انتباه اليوم وين ايه؟ سمعتوا قال درس الطلبه يوم وين اي شكو بيه هو محتاجه وقفه وانا جيت وقفت لهم والله يعني وقفت لهم وحاضر اني يوم وين وخلصت بعد اي هاي يعني جو ابنائهم حسين يونس يعني لاعب متميز حسين ايضا لاعب يعني بدي احكي لك على اللاعبين دي يسوون فارق نتيجة حركاتهم في منطقة الوسط حتى المجيب الطار المدرب والمدرب ما له سجايك ها وكذلك علي مهدي يعني كل لاعبين بالطلبة يعني اعتقد الطلبة لديهم مقومات المنافسة شنو الفرق الطلبة مع يامن والطلبة مع ثار جانب نفسي نفسي اي يعني من قربت يعني هناك كانت ضغوطات كبيرة يعني على اللاعبين بوجود كابتن ثائر وابناء النادي ومشاكل بعد ما فهمت الضغوطات وين اكو ضغوطات يعني تعرف مشكله مهدي ابو هيله ابو هيله ها والمهدي كان كاظم كابتن تسمح لي اتداخل وياك اي تفضل حتى ننسى انا اذا ترى تفضل بس اسمح لي بنقطه بس مهمه انا اختلف وياك بهاي النقطه انا اقول يعني هو طبعا كل واحد وجهه نظره بس انا اقول انه عدم توفيق كان مع الكابتن ثار احمد ترى هن لعبتين إيه؟ عدم توفيق كان الطلبه مسيطر ويلح والدليل ان الاداء الفني الاداء الفني يعني مشكله كان بالاداء الفني عند الطلبه لا بس مجرد عدم توفيق اداهم ما كان مقنع يعني مع الحدود يعني انت تباوع مباراه الحدود انا شفتها من هجمتين تحولين ماكو مدافع الطلبه مختفين راحوا سجلوا زين كابتن انت ايش كم فرصه بالمباراتين حصلوا وما سجلوا هاي الفرص وحد اي وهذا عدم توفيق تنظيم الفريق الجوانب زين. النفسيه بعض الاحيان والمشاكل قامت وين تنعكس على اللاعبين داخل الملعب بعد تغيير مدرب يعني تغيير الكادر التدريبي يعني تعرف هاي الضغوطات كلها راحت بدأوا اللاعبين يدخلون بشكل ثاني يعني مع وجود المدرب التونسي اللي اكيد بالمستقبل يعني تبين يعني بصماته اكثر ويا الفريق ويا الفريق اعتقد انه مثل ما ذكرت لك انه الطلبه قد يذهب بعيدا. طيب استاذ حسن الديوانيه يعني انا بس ارد اعلق على موضوع الطلبه ليس امتيازا يعني فوزهم على الديوانيه كي نحسب انها اضافه جديده بالنسبه للمدرب التونسي وسوء حظ بالنسبه للمدرب ثائر احمد. فريق الطلبه دا يدفع ضريبه تراجع مستواه في المواسم الماضيه والعوده يعني حقيقة أنا أشوفها مفاجئة بالنسبة للطلبة العام كان قريب من المنافسة على المراكز الأولى وعلى اللقب والسنة بالرغم من أن ظروف المادية والإدارية ليست بمستوى الفرق الأخرى يعني عندما تقيس الفريق الطلبة ونتائجه وإمكانياته ووضعه الآن في الدوري قياسا بالفرق الأخرى الطلبة يعاني بيا فرق
الشرطة والجوية يعني هسه الدوري بس شرطة والجوية 20 فريق صار حسن. هلا اقول لك على نقطة بس وضعهم مش انت ذا يعني تتكلم على الامور الفنية انا اشوف انه طبيعي صاحبنا راح بكندا بعد وين انا اشوف انه طبيعي ومنطقية العام مستواهم الطبيعي ولحد الان والدليل ان استقطابهم لاعبين المنتخب استقطابهم نوعية المحترفين اللي توفقوا بيهم ايضا الاداء الفني لبعض اللاعبين مثلا كمثال نوقع الموسم اللي فات الاستقرار الاداري اللي كان حاصل الاستقرار الفني اللي كان حاصل انا اشوفه مساله طبيعيه يعني صح انه الفتره السابقه كان عندهم تراجع بالاداء يعني بعض السنوات لحد المباراه الاخيره كان قاب قوسين او ادنى للهبوط بس انت ما تعتقد بانه الانتقاله اصبحت انتقاله كبيره بين وضع الطلبه بالمواسم الماضيه انتقاله كبيره بلا شيء مصطفى متفقين ساطاها من فريق يعاني الهبوط إلى فريق ينافس دون إضافات قوية دون لاعب دون استقطابات مهمة على مستوى اللاعبين السوبر انصح القول هناك لاعبين سوبر حتى اللاعبين المحترفين ما تجد لاعبين محترفين بالنسبة لفريق الطلبة يشكلون ذلك الفارق الفني بالنسبة للمستوى أعود إلى موضوع الكابتن ثائر أحمد يعني والضغوط اللي تله واحدة من مشاكل فريق الطلبة سمحوا لي يعني أخوتي المشجعين والجماهير هو جمهوره اللي مدى يتحمل الآن يعني حتى من يصير دروب شوية ينزل يهبط الجمهور الطلبة ضغط كبير يولد على الجهاز الفني الجمهور هذا اللي أنا أتابعه كابتن طبعا أحب اتفضل رحم الله ده كنا حول الموضوع احنا أول شيء يعني أول شيء نشكر الكابتن العفو الدكتور علي حميد انه فضل هذا الكبير ووصلنا الى هاي المستوى وتعاقدات الطلبة عانى ما عانى سنين عجاف نعتبرها وراحت يعني سنين تأذت الطلبة وكابتن مصطفى حكاها قال احنا نافسنا قبل موسمين على الهبوط لكن الان الحمد لله شكر لا تنسى انه اكو موضوع التوفيق بالنادي والكابتن ثار احمد طبعا اوجه شكري إلا طبعا لكن احنا ما تحملتوا لعبتين مو ما تحملنا بس كابتن كرة القدم ده تتطور احنا اليوم لو تتطور لعبتين انتوا ضاغطين على الفرق وانتم ووضعكم زين واحنا وهو سار يعني احمد طبعا من النادي وصفقتوا له من الجهة صحيح لكن تشوفون هاي بس اكو اخفاق صار بالفريق اكو الموضوع ما يتعلق بس بثار احمد يتعلق بالفريق الموضوع مو صار مهمة مرت على الطلبة ما استطاعت يعني ان تقاوم هذا الضغط وهذا المد جمهور ضغط الجمهور متعطش جمهور ده يشوف فريق متكامل احنا اليوم طبعا يمكن دريتوا انه الكابتن المدرب كاساس اليوم سحب 6 لاعبين نادي الطلبه خبروا مسحوا غيروا لاعبين يعني هم يعني من ضمنهم مكتب الاعلام الاتحاد نزلوا مسحه بس ما تعرف ايش راح يصير المهم يعني المهم الحمد لله اشكر 6 لاعبين طبعا الفضل يعود للكابتن حيدر ابو عجه اللي هو همنا كذلك يعني بدا شو صديقكم لا مو صديقنا بس للامانه يعني شيء يعني واحد يقول قل الحق حتى لو على نفسك بس للامانه يعني الرجل كون فريق جيد استقطابات جيده لا تنسى احنا مع الاسف طبعا هو مو لكن لاعبين الطلبه اللي سابقين تدري الطلبه مر بازمه ماديه وما لجنه التراخيص وموضوع التراخيص ولليوم ده ندفع ديون هذا الموضوع ما ادري نجيب اللاعبين ما ادري ندفع ديون لاعبين يعني طيب انا بس عفوا اريد اسمعك موتتني تريد تحكي اي تريد تحكي لا لا تحكي لا لا تحكي صار لك ساعه تحكي بالكوارث بدك تحكي تفضل اسمك انا امير انا امير فدوى قلبك اول شيء تحياتي لك تحيات الكباتن تشجع الطلبه اكيد يعني تفضل شو رايك انا قبل رايي بالموضوع علاوي من لابس ستره حاس نفسه شاعر فالسترة شوية مأثرة يعني لا بابا راح عندي سترة هنا أنا لعلكها اللي يلبس سترة على ذا ينزع سترة بعد ما يسولف على ذا ينزع سترة بعد لا مبين مصاصعة بابا علي قلقني أريد أقدم مشكلة هاي السترة على حاتم مو حلوة مو أنا اللي المهم فموضوعنا كنادينا نادي الطلبة أول شيء احنا نشكر الدكتور علي حميد على اللي سواه متسلط متسلط لا لا علي حميد رجال متواضع و استطاع بس العفو ما يخلف والله اتفاق موزق موزق متفقين كابتن مصطفى سولف لا هو مو متفضل على النادي مع جل احترام وتقدير الشخص هذا الطلب دائما هو مو متفضل كابتن مصطفى انت تشكروه
بس هو ده يسوي طبيعي صح. اي شخص واجب اي واحد صار رئيس نادي انت واجبك هيك، والدليل انه بس رئيس انديه واجبه كان بتجير. بس خلي بس اوصل لك فكره بس كابتن مصطفى كان يقدر. شو كل حاجات اللي انا حكيت انت تفضل اسمح لي وبعدين انا اسمح لك. يعني الدليل ليش مو متفضل استاذ طه؟ راح تقول لي لان الامور الماليه كلها محصوره يمه، كل الامور بالوزاره محصوره يمه، فالطبيعي اذا انا اريد انجح اسوي اللي هو يسويه. ليش هو انتخبوه وخلوه رئيس نادي؟ ليش وفر يعني؟ لا هو من ضمن بانه المفترض يعيد الفريق، يرتب الوضع الاداري بعد سنوات على كاظم هو هذا والاداره زين. امير لا مش خليه يحكي. انا كعضو هيئه عامه جاب الكابتن مصطفى قال على موضوع على موضوع انه انتخب علي حميد. دكتور علي حميد مرات ترى ما مجبور انه استقطب للاعب مثل جماهيري سعره كذا هاي اجيب يعني لا اي لاعب يعني لاعب محترف لاعب محترف او لاعب سوبر يعني من هذا القصد ما مجبور. الرجل شوف المحترفين جيدين اللي جابهم سدد هواي من الديون بالمليارات اللي سددت ولا سلع لو ما هالشخص يعني تنسيقه ويا الوزاره. بس اسالك ليش ما مجبور؟ انا اذا اريد انافس وفريق جماهيري ليش ضج من لان قالوا واجبه؟ ليش الموضوع نرفزك لا بالعكس لا. طبيعي لا احنا بدنا نتناقش انا بالعكس ليش قالوا واجبه؟ انا كلامي كونه هو كونه هو كمنصب وكيل وزير التعليم العالي زين. فاكيد الاموال هو شيء طبيعي يعني طبيعي بده يسوي هو مو متفضل على النادي ممتاز من رخصة الجميع. احنا كابتن استاذ طه خلي امير يحكي راح اعطيه. احنا المتفضل الوحيد اللي يحسم لنا لقب هذا نحسه متفضل وحيد على نادي الطلبة. طيب امير اخوان خلي امير علاه حاجز وراه لا لا ادري تفضل امير يعني مو بقولك شيء راح اعيدها من بدايه تحياتهم لا لا يعني ثاني لعبه حتى نبدا لا امير خلي امير يحكي لا لا بربك حجي خلي امير تفضل امير زين انت وش تدري انا اروح محافظات طلع كلها ما اسكت اسام متفاجئ نفسي شلون ساكت هنا صدق يعني للبصره والله للبصره اروح وارجع انا احكي فهسه متفاجئ انه انا الوحيد ساكت. المهم موضوعنا حتى نسيت وين كنا احنا عطل دكتور علي حميد ايه؟ علي حميد احنا بنقول شكرا لعلي حميد لان قبل ابناء النادي ما سووه وكثير من ابناء النادي اجوا للنادي ما اجوا لمصلحه النادي اجوا لمصلحه شخصيه اجوا لمصلحه تدريبيه المصلحه يعني هيئه اداريه تقضي على كاظم وغير كل اجوا المصلحه نحكي بالبرامج نقول لا لا اللاعبين. احنا اللاعبين دا اقصد لا على هي كانت بوقت على كاظم اللاعبين ابناء النادي اللي كانوا يجون المصلحه شخصيه مو مصلحه عامه يلعبون لو يدربون اللي يدربون يعني اللي يجي يعني هو اليوم من يجي مو محبا بالنادي محبا بالمصلحه شنو مصلحه شخصيه يعني يعني اللي يدرب اللي يدرب بعقد يعني يدرب يدرب ببلاش يا امير لا مو ببلاش مثلا يعني المدرب القاعد يجي يعني يشتغل بالطلبه يجي انا ابن النادي لا مو احنا من نطلع مظاهرات انا مره من المرات حكيت بلقاء يمكن ما اعرف بها قناه قلت لهم احنا عندنا ميت والله سو ميت يطلع بقناه نسي لا لا اصلا قناه مطلعيك بها لا المهم الفضل على احمد الحكيم شكرا احمد فلا القصد انه قلت لهم احنا عندنا ميت بباب النادي كانت لقاء قلت لهم احنا عندنا ميت جوه خيطونا يا بس خيطونا الميت نروح نغسله نشفنه ندفنه هسه ميتنا عندهم زين فاحنا بنشكر علي حميد هو صح واجب مثل ما تفضل كابتن مصطفى بس فتره قصيره قدر يسدد ديون قدر يوفر شغلات هواي للنادي مثلا جاب لنا اهم لاعبين احتمال بالعراق عندنا يعني ذرغام وعلي فاز كانت اللاعبين تخاف تجي تلعب للطلبه بسبب ديون فاجى ذرغام وجاء علي فاز هسه اي لاعب يريد يجي على وقف اي لاعب يخاف الطلبه يجي الطلبه امير شكرا امير جمهور الطلبه كل هاي الطيني نادي بالعراق كل مايك مو نادي منطي من بدايه الموسم نصف مستحقات اللاعبين ممتاز طيب الكهرباء وزاخو عندنا مباريات هوايه وبعد عندنا مباريات شرطه وزوراء وبعد هوايه عندنا وعندنا تقييمات الافضل الكهرباء وزاخو المباراه اللي اقيمت كما شاهدون على المدينة الكهرباء سجل هذا الهدف عن طريق بافور الآن الكهرباء والله نسأل كابتن جبار على زاخو شو وضع زاخو دروب مو طبيعي ما طلع من حفرة ما طلع منها أنا أعتقد زاخو توفق بالمواسم السابقة في المحترفين وجلب نوعية لاعبين
واعتقد وجود طه يعني الزاخولي كان اضافه اداريه للفريق. خروجه من زاخو سبب ازمه، خروجه يعني سبب ازمه، وبالتالي فقد ولاعبين محترفين غادروا. واعتقد زاخو يعني يعاني هذا الموسم، يعني يحتاج لاعاده حسابات خصوصا بلاعبي سواء المحترفين او يعني المحليين. ويعني زاخو يعني اعتقد يعني لا يستطيع ان يقدم، اذا بقى بهذا الوضع لا يستطيع ان يقدم ما قدمه بالمواسم السابقه. الشيء الطيب استاذ حسن، المدربون الشباب المتالقين اللي راح يسوون منافسه مع المدربين المعروفين. الكهرباء كمثال، الكهرباء الان خلف القوى الجويه اكيد. يعني تحدثت عن نقطه جدا لافته اللي هي تواجد عدد من المدربين الشباب وتاثيرهم على فرقهم، خصوصا لؤي صلاح يعني السنه مع فريق الكهرباء خساره وحيده امام الطلبه ويحقق الفوز الرابع على التوالي. امكانياته الفنيه اعتقد اظهرها حتى عندما كان مدربا مساعدا وتمسك الكثير من الفرق الجويه وايضا درب في الشمال، وبالتالي جاءت التجربه امام مع فريق الكهرباء باعطائه مساحه للعمل كمدرب اول، واثبت نفسه وكفاءته اضافه الى عدد من المدربين الاخرين اللي اعتقد يعني بعض الظروف الماديه والاداريه لم تسعفهم في تقديم ايضا عطاء يشار اليه. افضل بدون جمهور الكهرباء؟ انا حكيتها في البدايه انه الفرق اللي ما حقيقه كان طلعوا له اي فلاش اي ليس لديها يعني شوف انت ايش قد يحقق نتائج، يمكن انتكاسه وحيده تودي به اذا كان فريقا جماهيريا خارج أسوار النادي، لأنه الجمهور ما يتحمل الخسارة حقيقة، وهذه الثقافة يعني خصوصا بعد 2003 تنامت بشكل غير مسبوق، يعني أن الجمهور يقف على نتيجة واحدة أو إخفاقة واحدة أو انتكاسة واحدة. والمصيبة الأكبر أن الإدارات تتناغم مع ما يطلب الجمهور أو يريد البعض من الجمهور، خلينا نحدد البعض من الجمهور أحيانا وكأنه مدفوع باتجاهات معينة أو رغبة ما لمدرب معين أو اسم معين. يعني يشترون الجمهور؟ مو يشترونه، لكن أكو بعض المشاعر. وايا نسمعها هاي، وايا نسمعها. إيه نعم. صخب الجوية صارت، ما عندنا اليوم جوية مو أحمد؟ ما جايين جوية أي؟ أي. وبالجوية صار هاي البارحة ورا مباراة الشرطة. استطاع إحنا متابعين يعني للدوري من سنوات عديدة بل من عقود. اكو مشاكل. تكبر بروحك. لا ليش اكبر روحي؟ يعني انا اتابع كرة القدم منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي. يعني اي يعني من 75 او 76 انا اتابع طوبة واروح احضر تدريبات الفرق ومباريات، وكل الفرق اتابعها يعني ليس تحديدا. البعض قد يغمز الى انني شرطاوي، نعم اعترف بانني كان الشرطة فريق الاقرب الى قلبي، لكن كنت اشاهد كل الفرق الطلبة والزوراء والجوية واعجب بالكثير من النجوم اللي احبهم محبة خاصة. يعني ممتاز، وهذا رصيد مهم لك استاذ حسن. مصطفى كريم، حيدر عبد الامير ما جاي يتوفق ويا زاخو، وين المشكلة برايك؟ هو كان مساعد اهل مكة ادرى بشعبها. هو ليش سألت انا حضرت السؤال له، وين المشكلة بزاخو مع هاي الذبانة ضوجتها؟ اذا يعني اذا تسمح لي انه تعفيني من هذا السؤال، اذا تسمح لي طبعا يعني. عجيب. لا لازم تجاوب. يعني ليش؟ اوكي اعفيك بس الموضوع هو مو راح تقول لي ليش، انا حقول لك هو خلص هو هذا السؤال. يعني الجنة مثلا شوف المشكلة بنوعية اللاعبين، خلينا نساعدك. نوعية اللاعبين يعني ثاني طرح فكرة عن تجربة انت عشتها حتى نتعرف عليها. شوف احنا ببرنامج مشاهد وكل العالم تشوفه، واليوم اذا تكون صريح وجريء وتتكلم بالحق وبالمنطق بعض الناس وبعض المختصين راح يكرهوك او راح ياخذون عليك نظرة مو صحيحة. كان بالامكان اختيار نوعية اللاعبين افضل من الموجودين. منو اللي اختار اللاعبين؟ كادر التدريب اللي قبله على وفق الإدارة، على وفق الإمكانيات وكلاء اللاعبين، على وفق الإمكانيات اللي موجودة بزاخو. يعني استقطبوا على وفق الإمكانيات المادية اللي موجودة بزاخو اللي هي بس رواتب.
زين خب عندي همك وبس رواتب. انا رايي الشخصي يعني لو كنت انا صاحب القرار الاول او كنت صاحب القرار الرئيسي بالفريق كان بالامكان اختيار نوعيه لاعبين يكونون نفس السعر نفس المبالغ. كابتن جبار يعرف انا شخصد بالامور الفنيه نختار لاعبين فنيا يكونون افضل من اللي موجودين مع جل احترام وتقديري، بمعنى بانه عله زاخو بنوعيه اللاعبين بكواليتي اللاعبين. انا ما اتكلم على محلين الكل، يعني بوكان ما تجيب سين بهذا المبلغ تقدر تجيب صاد. لان احنا خبرتنا بالدوري علاقاتنا باللاعبين دنحلل يعني قريبا على اللاعبين. كان بالامكان نختار لاعبين لان فريق زاخو فريق صعب ما يقبلون باي نتيجه سلبيه، ممكن تفوز بملعبهم وتكون ادائك الفني مو مقنع ما مقتنعين. غياب الجمهور اثر بالفتره السابقه ياثر بس بنفس الوقت مخطئين جمهور زاخو باللي عملوه العام صارت وياهم بالموسم السابق والكهرباء ايه بعد ما نقل مباراتهم فقدوا نقاط كثيره 6 لعبات معهم انتصار هسه زاخو صح مشكله. فاتمنى يعني زي. اتمنى انه من كابتن حيدر انه يعمل بشكل كبير فترة الانتقالات يصمد لو يستقيل شو تقول؟ والله بعد هو القرار اللي تتوقع يصمد لو يستقيل؟ والله هو لازم الإدارة يعني تعطيه مساحة لأنه فترة انتقالات جاية ويعدلون الوضع أكيد هو لديه جي. يعني النتائج هي المباراة الأخرى صناعة ونفط ميسان. الصناعة وضعه صعب، استقال الكادر التدريبي وضعه يعني ما تغير. المباراة انتهت بالتعادل ما بين الصناعة ونفط ميسان. إذا اسمع رأيك بالصناعة صمد العام السنة بدايته يعني شوف الصناعة مشكلة أكو بعض الأندية تعمل بنفس الطريقة. مثلا الموسم الماضي عملت بطريقة معينة، هذا الموسم تعمل بنفس الطريقة غير ممكن يعني ما تنجح الخطة ما تنجح يعني العام كان دور كبير لصادق يعني حنون تجميع الفريق جلب اللاعبين المحترفين وصلهم لمرحلة معينة بقوا بالدور الممتاز. هنا لازم تغير وضعك انت، ايش قال له المدرب هاك هذا امكانياتنا واشتغل. فنوعية اللاعبين موجودين بالصناعة يعني الكواليتي يعني لاعبين حتى على مستوى المحترفين يعني لاعبين يعني أداهم أو مستواهم متوسط، وبالتالي الفريق من الطبيعي انه يكون هناك هبوط المستوى او ما يقدم يعني حقيقه يعني كثير من اللاعبين غير قادرين على انه يقدمون مستوى، وبالتالي صار مردود سلبي على النتائج وهذا وضع الصناعه. يعني اذا تقارن بالكهرباء اللاعبين احسن لا شوف الكهرباء كبرت اكثر صار لا الكهرباء اعتقد افضل فريق من بدا الدوري لحد الان يلعب كره قدم. صح الفريق اللي يلعب استحواذ وينتقل بين الجزاء المنافس بشكل مرتب يعني صحيح هاي عفوا استقرار اداري على الاسد يعني رئيس النادي والامور الماليه استقرار تدريبي صار موسمين لؤي ذلك الكهرباء يعني اداء غير شكل عكس الصناعه. الصناعه اولا اموال غير موجوده نوعية اللاعبين اللي هاك انت هاي $1000 روح جيب لنا محترف ما ممكن انت بهالمبالغ هاي القليلة تريد تصنع انت لعب دور الان بدأت الفرق تطور نفسها طبعا هذا الوضع النتائج شكل الضغط على إدارة الصناعة تأجلت الانتخابات الان يبحثون عن مدرب وعن انقاذ نادي الصناعة. انا باعتقادي لو باقي صادق يكون افضل ينتظرون فترة الانتقالات فترة الشهر الواحد هو قادر على انه يحل هذه الشفره لان هو يعني كابتن صادق من الموسم الماضي ولا لا موسم الماضي قبل على هاي اللاعبين والوضع هو لا. هذا احد يتحمل المسؤوليه هي مشكله انه بعض الاحيان انت تجيب ابن النادي وتقول له هاك يلا روح انت اشتغل بهاي الامكانيات زين بس من يجي مدرب من خارج الاسوار النادي لديه شروط راح يوفروا لها طبعا هاي الشروط. فاعتقد هذا يعني انا يعني اقدر اقول انه الصناعة بهذا الأداء يعني فريق مؤهل إنه ينزل إلى الدرجة الأولى. طيب نفط ميسان مركز سابع
لكن نقطة من الصناعة الوضع يعني مو كلش تمام، مو موجود مدرب رسمي أيضا، نقطة ممتازة للصناعة وعلامة استفهام عن نفط ميسان. أعتقد نفط ميسان يعني بنتائجه الحالية وتواجده في منطقة قريبة من الصدارة، يعني هو بمحصل حتى الآن 14 نقطة، يعني فرق عن القوة الجوية المتصدر 4 نقاط، يعني ليس ببعيد، وأيضا عن الطلبة والزوراء 2. أعتقد تواجد مدرب قريب من الفريق، عاش فترة طويلة مع هذا النادي اللي هو عدي إسماعيل، كان كفيل بتحقيق مثل هذه النتائج الإيجابية وحتى التعادل مع الصناعة. أنا ما أعتقد يعني نتيجة مفاجئة باعتبار أن هذه الفرق متشاركة بذات المستوى، الفوارق بينها بسيطة، يعني أنت الصناعة ممكن بلمسات بسيطة أو جزئيات بسيطة يمكن أن يصل إلى ما يصل إليه فريق نفط ميسان. المشكلة بالمؤسسة اللي عائد إليها، أنا أستغرب حقيقة فريق الصناعة باعتباره نادي مؤسساتي ويعاني ما يعاني في والآن يعاني الشباب. زي هذا اسمع تعليقك هسه، وصلتنا رسالة على أبرز المرشحين لتدريب نادي الصناعة، تعليق الأخوة عصام حمد، حمزة هادي، الحسن أحمد رفض الاستلام، ويقال بأن هناك مفاوضات جادة مع سامر سعيد. المدرب اللي يقبل بالظروف الحالية اللي قبلها الكابتن صادق حنون يمكن أن يمضي لتوقيع عقد للاستمرار مع فريق الطلب فريق الصناعة، لكن المدرب اللي يبحث عن نتائج إيجابية تتوافق مع قيمة ما موجود من أدوات فنية وقيمة مالية بالنسبة للنادي، أنا ما أعتقد يعني من الصالح أن يقبل بمثل هذه المعاناة. جيد مصطفى كريم، بعدين خاف واحد من المدربين والله استلمت الفريق تركة ثقيلة، لا هاي دائما أقدر أجاوبك على أسماء. أي تفضل. عصام حمد، حمزة هادي، حسن أحمد رفض الاستلام، والأقرب سامر سعيد. طبعا كل الاحترام والتقدير لكل الإخوان المدربين، اتمنى لهم التوفيق. هسه جزهم مفاتحهم بالمفاوضات، المهم هاي الاسماء. موضوع كابتن عصام حمد ما موجود ومستحيل يكون يعني يستلم الصناعه، انا متاكد. ممكن الاستحاله من ثلاثكم قلتوا مستحيل. لا انا متاكد من المعلومه اللي قلتها. لو ما استلم غير فرق في فترات وعده فد صار عنده سيدي عصام، انا طموح يعني هو مو استنقاص من اسم وامكانيه فريق الصناعه بس انه تفكيره بالفتره الحاليه بعيد عن الصناعه. جيد، هسه يكون عندنا حمزه هادي وسامر سعيد. ممكن يعني ممكن انه كل شيء وارد، ممكن سامر سعيد، ممكن كل شيء وارد، اقرب كل شيء وارد، يعني كل شيء وارد. بس انت منطقي، هاي نحكي بصراحه، هاي قناعات الاداره، ايه اختياراتهم وفق يعني وين هم يريدون. شوف فرق الديوانية عن الصناعة هسه، من طلع من ديوانية يستلم الصناعة، يعني وين الفروقات. بس إذا تسمح لي أعقب على كلام الأستاذ حسن، قال إنه يعني الفوارق ما موجودة بين الصناعة ونفط ميسان. لا، الفوارق موجودة من ناحية المحترفين ومن ناحية أداء اللاعبين، يعني أكو فوارق. أنا أقصد بقيمة الفريقين، حتى الأمور المالية أكو فوارق كبيرة أستاذ حسن. يعني أنت تروح، إذا تروح على عقود اللاعبين فوارق كبيرة، ميزانية النادي فوارق كبيرة، بعض الأوقات الفوارق هي الفوارق المالية ونوعية اللاعبين هي اللي تسوي لك الفارق. صحيح. يعني بسلم الدوري بالأمور الفنية داخل الملعب، فيعني إحنا ما نقدر نقيس. طيب يعني ما نقدر نقيس الكابتن يعني متقاربة. لا جيد. أنا أشوف أنه النقطة، إذا تسمح لي النقطة، أنا أشوف أنه مكسب الفريق الصناعة بظل الظروف اللي دي يعيشها. النقطة اللي أخذها من نفط ميسان أنا أشوفها يعني ممكن، يعني خيط الأمل موجود، وأي مدرب راح يجي يستلم الصناعة راح يصير له مشاكل كبيرة. طيب يعني راح يعني يعاني حتى ممكن يعاني لحد ما يوصل لبر الأمان. خلينا نسمع عدي إسماعيل وماجد الجواد لاعب الصناعة بعد المباراة، شنو تحدثوا عن النتيجة؟ يعني أنا ما أحكي على الحكام، بس الحكم فقد السيطرة على المباراة. يعني لاعبين الصناعة كل حالة إسقاط اللاعب لاعبين ثلاثة، فإحنا إذا نرتقي بالدور مالنا يكون جيد ومنتخب وطني عندنا لازم أكون لعب فعلي بالداخل المستطيل الأخضر. فالحمد لله وشكر، إحنا نقول يعني طموحنا 3 نقاط بس النقطة ممكن إن شاء الله المباراة القادمة نعوض إن شاء الله. صراحة نشوف إحنا اللاعبين تغيير جديد للفريق،
ممكن الضغط النفسي يعني تعرف انت كل ما تطمح للمراكز الاولى يرادك لاعبين خبره لاعبين متمرسين بالدوري، فاعتقد اليوم الضغط النفسي هم يعني اشوف اللاعبين مو مستواهم، اغلب اللاعبين مستواهم المباراه السابقه افضل من هذا المستوى، فاقول الحمد لله وشكرا ان شاء الله نعوض المباراه القادمه ان شاء الله. ما تعرف واجهنا فريق صعب جدا في الدوري الممتاز، لكن هذا ما يمنعنا، نفط فطميسان فريق جيد، قدمنا مباراه جيده، طبقنا واجبات الكادر التدريبي مثل ما قال لنا طبقناها داخل الملعب، الحمد لله اشكر نقطه من نفط ميسان، هذا الشيء يحسب للفريق، فريقنا فريق شباب جيد، ان شاء الله نطمح للنتائج الايجابيه مثل ما تفضلت حضرتك، ان شاء الله بقدوم الايام نكون فريق صعب بالدوري. اذا تابعنا اللقاءات، المباراه السابعه في هذه الليله الزوراء ونفط الوسط، المباراه قيمت على ملعب الشعب وشهدت اول خساره لنفط الوسط بعد سلسله من التعادلات والنتائج الإيجابية بعد التعادلات. مصطفى محمد دقيقة 12 سجل هذا الهدف للزوراء، النتيجة انتهت بفوز الزوراء، مركز رابع أصبح الزوراء. كابتن جبار، يعني أول خسارة للنفط الوسط، سلسلة تعادل فاز بعدين الخسارة الأولى، طبيعية؟ يعني نفط الوسط يعني مو طبيعي لان دائما يبدي بدايات قويه، بس المباريات الاخيره حقيقه هو بدا يرجع يعود يقدم اداء، لكنه يعني فنفط الوسط يفقد المهاجم اللي ينهي الحقيقه الهجمه، يعني دا يقدم اداء جيد لكنه بعض الاحيان يعني الحظ ما قاعد يعني يكون اي مثل احمد، بس هاي يعني هاي افضل هجمه تحول للفريق الزوراء لا هي افضل لاي فريق لاي افضل هجمه تحول كانت يعني انتهت بها انتهت بهدف، دائما اكو هجمات يعني تكون عاديه تحول عادي لكنه هاي كانت افضل هجمه، المساحه موجوده، اللاعب الساند ايضا من الخلف وقدر يسجل مصطفى. يعني الزوراء أنا باعتقادي لحد الآن لم يقدم المستوى المطلوب منه كفريق الزوراء، دائما الزوراء من بداية الدوري شوط أول متميز شوط ثاني يصير هناك هبوط، أعتقد وسط الزوراء ومهاجمين الزوراء أفضل ما في الفريق، لكنه الزوراء يعاني من خط دفاع يعني يعني إذا برونو يغيب الزوراء يصير عنده مشاكل، أنا باعتقادي يعني بقية المدافعين يعني أداهم غير مقنع، يعني بالمحصلة أنه الزوراء يجب أن يغير من وضع خط الدفاع. يعني جمهور الزوراء ويانا حاضر، أريد نسمع المشكلة بالزوراء خط الدفاع، سوى مركز رابع فائز على نفط الوسط، فريق مهم نفط الوسط، ما المطلوب من الزوراء؟ شوف بس أكمل ساطع. عفوا. يعني الزوراء لديه افضل لاعبين الان من ناحيه الاطراف اللي هو مراد ولؤي، يعني يقدمون اداء متميز، لؤي اذا غاب الزوراء يفقد يعني حقيقه الطابع الهجومي اللي بالعمق. زين نسمع، تفضل اسمك استاذ. عضو رابطه نادي الزوراء حسنين. اهلا وسهلا بك. بالبدايه تحيه لك لبرنامجك الكريم وتحيه للكباتن، حياك الله، تحية لرؤساء روابط الأندية. المشكلة اللي بالزوراء نعاني من عندها روح المنافسة ماكو بين اللاعبين، سببها المدرب، بعد اكو لاعبين بعدهم عن حبيت هذا التصريح عن الرتم، بعدهم عن الرتم وما سوى اكو فد روح منافسة بين لاعب ولاعب، يعني معتمد على 13 واحد مثلا. طبعا احنا طالبنا بمصطفى محمد، واحد من اللاعبين طالبنا بيهم بدال احمد عبد الحسين، قلنا نسوي فد روح، يعني مصطفى هم ابن النادي، مصطفى محمد ابن النادي، يعني مو شخصه بس هو، يعني شخص الكل. مصطفى نزل باول دقائق المباراه سجل هدف، يعني حسن عاشور لاعب متمكن يعني بس ما اخذ فرصته. حسن كان بالشرطه؟ نعم. حسن عاشور. فاللي من عن يعني عن طريق برنامجك كريم نطالب الكابتن ايوب، انت مثل ما تعرف احنا جماهير نادي الزوراء خاصة الرابطة المركزية ما تتدخل لا بإدارة لا تتدخل بس تستطالبته بمصطفى.
لا طالبنا عبر صفحاتنا ما احنا باوع كابتن عبر صفحاتنا الرسمية نحن نمسويها ايه؟ احنا مثلا الصفحة الرسمية انزل مشهور خاص بي زين يعني مو ما عممه ما افرضه ما نفرض يعني شلون قصدك بالفرض تروح للمدرب تقول له ليش ما تنزل هذا ما نتدخل ما نتدخل بعيدين والباقي يسووها بعيدين مو انا ما شخصت الباقي احنا دا احكي لك عن نفسنا زين احنا عن نفسنا مثلا نقدر نروح نطوب للإدارة نضغط على المدرب نضغط عن طريق الكش نقدر بس احنا نخلي الكادر تدريبي شو عجب طالبته بمصطفى مو بغيره لا كل قلت لك هذا شخص من الاشخاص جيد خلي ارجع للجمهور النقطة اللي تقول قلت انت ايوب اودي شو ما مخلي يروح منافسة المعتمد على مجموعة لاعبين مجموعة فانت لاعبين. الهدف من الضغط حتى تصير منافسة بين البقية لان عنده عناصر عنده عناصر قادرة عناصر قادرة بين تنزل تغير نتيجة مباراة زين يعني ايوب اديشو يعني احنا اسم عبر صفحاتنا الرسمية طالبنا وعبر برنامجك بين ايوب يجيب له مدرب مساعد معه ما يقبل يعمل بدون مساعد ماكو مدرب مساعد ماكو اليوم المدرب غير يافد مساعدين اثنين لو غلطان اني اي علي وين راح هو راد يجيب يقولون انتم ما قبلتوا على بعض الاسماء انتم ما قبلنا لا احنا مو ما قبلنا احنا مو ما قبلنا هو كان في الشخصيه خال باله لو هالشخصيه تجي لو علي رحيمة كانوا يا لا لا صراحه السبب الجديد ما عنده اي كان عنده فد شخص واحد اللي هو رايده الشخص راح لغير فريق ظل مصر بعد لو هذا يجيني لو انا ما اجيب مساعد للعلم اولاد النادي موجودين اولاد النادي اي بس هو المدرب يريد يعني المساعد واحد من اولاد النادي عنده 27 لقب مع الزوره واحد من اولاد النادي 27 لقب مع الزوره ويدرب فئات عمريه ماكو لا ما حتى فئات عمريه بالزوره لا 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 هو هذا الشخص اللي انا عن شخصي يعني عن شخصي منو انا مدحك عن شخصي محمد جاسم 27 لقب مع الزوره لو سؤال اذا تسمح لي نعم كابتن احنا برنامج يعني اذا يسمح لي فضل. حوار فضل. طبعا كابتن انت برايك انت وجهه نظرك انه اكو مدرب يريد يفشل طبعا لا زين قناعتك انت الفنيه وقناعتي انا خلف يعني الشاشه مثل ما يشوفه مثل ما ينظر به الكابتن ايوب او اي مدرب موجود بالدوري طبعا من اللي يشوف الاصح من اللي يعرف بنوعيه اللاعبين كابتن جبار صح لو انا غلطان مدرب صح هو الاقرب بس المدرب مصطفى منطقي لا مدرب بدون مساعد لا هسه انا مدحش على المساعد بس انا اريد اعقب على كلامك النظره الفنيه انا مستغرب من كلامك لان اعرف جمهور الزوراء ولا يتدخلون ولا لهم علاقه قلت انا قلت يا بالرجال حاسب احنا دعيناه بالبرنامج بده يحكي رايه لا بالبدايه ذكرته من الدخل احنا اخوي العزيز انت مو تقول ان احنا كتبنا وطالبنا يعني انا صفحتي يعني هو صفحتي الشخصيه انت نعم. خلي اجاوبك وكابتن جبار يعرف احنا الاثنيناتنا نعرف كابتن ايوب عن قرب يعني كابتن ايوب الساعه 8 نايم الساعه 9 كل البرامج ما عنده ما عدا الواتساب يوصلوني يعني ما يشوف ولا يسمع وبدعتك انت قناعته الفنيه وقناعه الكادر التدريبي ويريد ينجح والاخوان اللي وياه هم نظرتهم تختلف عني وعنك المدربين كلهم انت من حقك الطالب بسين وصاد ومن حقك لا بس تنسيت اول شيء قال لك روح المنافس هو الجمهور يعتقد جمهور الزوراء بانه ايوب ما خلى روح منافسه لانه اعتمد على 13 14 لا اي تفضل شوف المشكله اكو بعض المدربين عندنا لا زال يعمل بطريقه انه هو المدرب الاوحد زين يجيبوا يا مساعد واحد اذا جاب اثنين يمكن يختل توازنه في حين الان عمليه التخصص لازم تكون موجوده بس هذا كاساس زين هسه انا اباوع على الزوراء كابتن هذا يعني جاب كاساس جاب كل الخطوط زين اباوع على الزوراء مثلا اشوف اكو خلل في خط الدفاع في عمليه التمركز عمليه مبادئ الدفاع اكو بعض اللاعبين مبادئ الدفاع ما قاعد يعرفها وبالتالي انت لازم تقسم العمل تقسم الواحد يشتغل مع المدافعين واحد يشتغل مع الوسط والمهاجمين هاي لازم تكون موجودة أما بطريقة تشتغل وتعمل بطريقة أنه أنا فقط المدرب اللي أزم الفريق دربه هاي أصبحت يعني أكل عليها الدهر وشرب لكن لا زالوا بعض المدربين يعملون بهذه الطريقة هو منهم كلام الأريد أوصله جيد كلام الأريد أوصله كابتن اليوم المدرب وحده ما يقدر يعمل شيء فعلا صح ما يقدر. انا وياك هذا الشيء والله اكو كل مدرب واحد من جمهور الزوراء الثاني عنده وجهه نظر تفضلوا حتى طبعا استاذ طه عاقب على التعاقد مع قوقيه اللي كنا نتمنى كجمهور الزوراء نتمنى والله بقلب السؤال قلت خاف اسئله لا احنا جماعه جمهور الشرطه صبروا عليه عفوا كنا نتمنى يقدم المستوى اللي كنا متوقعينه يعني
ما اعرف كان بالكرخ ما عنده ضغوط. شنو تعتقد المشكله وين؟ يعني بالكرخ وبالمنتخب قام يقدم افضل مستويات، اجى لنادي الزوره ما اعرف يعني يمكن لقى جماهيري ممكن، فلحد الان المستوى ما يلبي طموح نادي الزوره. كابتن جبار يقول لك توظيف حسن قوقية مع الزوره، نعم بس حتى مع المنتخب هو كان ايجابي يعني بالكرخ. نعم هو شوف هاي ملاحظه. الملاحظه الثانيه الزوراده يعاني بالشوط الثاني ضعف اللياقه البدنيه، يعني احنا في المباراه الاخيره كابتن ايوب يبدل مدافعين بدل ما يكون مهاجم، والزوراده تعرف يعني بالتسعينات هم اهل الهجوم مثل ما يقول حسام وصاحب وهشام ومحمود مجيد والقائمه تطول. فاحنا مصطفى كريم ايضا لاعبنا وقدم كره الزوراء، فنتمنى من كابتن ايوب انه اللعب الدفاعي يعني يقلله، احنا زوراء هجوم يعني معروف علينا جيد. خب هذه الزوراء هم ما داخله وياكم، هم ما داخله ما يصير. هات الزوراء اي هس جايك 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 استطاها تفضل اسمك استطاها عادي انا وجهه نظري إيه؟ كل الاحترام والتقدير لهم إيه؟ ويعني كلامهم منطقي، بس انا رايي انه ما يصير يتكلمون بالامور الفنيه جمهور. طبعا وانا ايش عليه انت وياهم لا عادي انت وياهم انت ما تدخل رايك بس هم الا البركات هم يعلموا المدرب. لا 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 انا بس افهم كلامي اللي اقوله اللي يريد ياخذ المايك بس انت مصطفى كريم انت فتحت لنا موضوع ثاني نبات هذا الموضوع خلي يحشون احنا الجمهور جايين يطرحون رايهم. انا ما اقول تضغطون، انا رايي انه الامور الفنيه انت تعطي وجهه نظرك بس مت مثلا هو بس وجهه نظره. لا برجال ما قال شيء تفضل بس البيده المايك الاستاذ حضر تحياتي اسمك؟ حضرتك تحياتي حضر الكباتن والجمهور. اهلا وسهلا بك عماد السعدي قائد عشاق مجموعه عشاق النوارس. اهلا وسهلا كابتن الزوراء، يعني هسه الكل يعني متفاجئ من قرب المايك شوي ايه؟ اغلب لاعبين يعني ممتازين كلهم زينين جابهم، بس اكو نقص بالفريق. هاي يسالني ليش اكو نقص؟ مهاجمين عندنا، مهاجم مصاب هسه هو بس على عباس، المفروض يصير مهاجم ثالث. هاي وحده. اثنين الفريق كله جديد وهذا الدور الثامن، يعني الفريق بعد ما يعني شلون نقول ما منسجم. انتم تعرفون الفريق كامل يعني يمكن 18 لاعب الزوراء جاب هذا الموسم. الفريق يراد لو بدايه الدوري وان شاء الله المباراه القادمه يتحسن الفريق ان شاء الله. وكل لعبه كابتن كل لعبه جاي يشوفون الزوراء مصابين عده لاعبين من 4 إلى 5 ان شاء الله. شكرا لك. اخير المداخله. السلام عليكم. على السلام. اسمك مصطفى اسامه، مصور جماهير نادي الزوراء. مصور جماهير نادي الزوراء. ممتاز. طبعا انا بالبدايه احنا نقول راينا يعني ما نفرض بس راي. احنا نادي الزوراء يعني الموسم الراح والقبله دفاعيا جيد جدا، اللي كان اقل نادي بالدوري يستقبل اهداف. جزء العام شرطه متوج واول العام الجوية متوج، احنا استقبال اهداف اقل منهم. صحيح كنا قريبين احنا كنا مثلا المواسم الراحت هجوميا عندنا عقم هجومي كلش ضعيف. احنا هالموسم لا فقدناه هذا الشيء. هجوميا زين، الدفاع مالتنا هالموسم لا، جزء احنا اسوء دفاع بالدوري بسبب غياب عباس قاسم. مو بس عباس قاسم، احنا كتوليفه دفاعيه مو زينه كتوليفه. وعندي بس مداخله جزء بعيده عن الموضوع. هسه مو موجود المحترف. احنا هسه جاي نعاني وعلاء بس نسمع شباب نسمع مصطفى تفضل. بس يعني احنا جاي نعاني هاي اخر 5 مواسم سالفه الوقت، اللي هسه بكاس العالم اعطتنا درس انه بعد الفريق ما يضيع وقت. انت مثلا زوراء جويه شرطه جاي تعاني من هاي والطلبه جاي تعاني من هاي السالفه، اي فريق يتقدم عليك اللعبه ماتت راحت انتهت. جزء نلعب احنا وقت اصلي جزء 30 40 دقيقه، يعني مناشده اللي جت الحكام مالتنا اي وقت يضيع الضيفه فوق الشوط الاول او الشوط الثاني خلي 20 دقيقه 15 دقيقه. اي هاي احنا لازم هاي السالفه نطلع. اي بس شين فشين تبدا تقل الانديه تبقى مباراتنا ضد النفط احنا عانينا بسالفه الوقت باي مباراه. اي اكيد انا كل حلقات نحكي. طيب خلي اروح عندنا بعد، لانه بالنهايه عندنا تقييم لاعبين، راح تكون مداخله راح يكون تصويت على اللاعبين وياكم، راح يكون دور ايضا مهم للجمهور.
اروح تصريحات جد وقت عندنا. يلا روح تصريحات اللاعبين بعد المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك الفوز لفريق الزوراء، هارد لك الفريقي. قدمنا مباراه ممتازه جدا بمجهود خططي بمجهود فني، اكيد كل شاهد المباراه نفط الوسط الخطوره والاستحواذ والفرص اللي حصلها. ممكن فريق الزوراء حصل كره واحده يعني اعتقد حالف الحظ بها، لكن مبروك للزوراء. قدمنا مباراه جيده، قدمنا مباراه ممتازه، لكن الحظ ما يحالفنا يعني اكثر من مباراه، هذا مو عذر. علينا نراجع حساباتنا كلاعبين ونركز المباراة القادمه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، مبروك ان هارد لك فريق نفط الوسط. مثل ما تعرف فريق نفط الوسط فريق يعني محترم، فريق كبير يمتلك عناصر وكادر تدريبي. اليوم تلعب مباراة يعني أمام مدربين على مستوى عالي بين الكابتن عبد الغني شهاد والكابتن أيوب، أكيد راح تصعب عليك المباراة، فأكيد هو عندهم خطط لهذه المباراة، اثنيناتهم فكر عالي. الحمد لله قدرنا نسجل بالمباراة وهذا الأهم. الحمد لله المباراة كانت صعبة من مباراتينا، فريق نفط الوسط فريق من الفرق القوية، الحمد لله قدرنا نفوز بالفوز كنا محتاجين له، وإن شاء الله القادم أحسن. والله الدقائق الأخيرة كانت دقائق صعبة، بس الحمد لله قدرنا نخرج بالفوز الحمد لله. طيب النقاش معتدم بالاستوديو. كربلاء ونوروز المباراة في ملعب كربلاء صح؟ نوروز المرهق أستاذ حسن. نعم. ما ديش الفقرة ما يعني عانى نوروز بسبب غياب عدم ملعب خوض المباريات على ملعبه، والانتقال طبعا يرهق الفريق ويكلفه الكثير من الامور الماديه فضلا عن الاداريه، لكن ولي كريم اعتقد لحد الان قادر ان يثبت نفسه كمدرب شاب ولديه بصمه مع هذا الفريق. المباراه مع كربلاء كانت مباراه صعبه، 4 خسارات. نعم ولي كريم، بس اعتقد يعني نعم وجود ولي على رأس الجهاز الفني بالنسبة لفريق نوروز أنا أعتقد إضافة، يعني رغم أنه تراجع مستواه بسبب هذه الظروف اللي تحدثنا عنها وبعض الخسارات. مشكلة ما يباتون يروح ويجي يروح ويجي، يعني هذا أكيد يكلف. المفروض يعني بعض الإدارات تبحث في أسباب الخسارة وتضع حلول لمثل هذه المسائل، يعني من غير المعقول يعني موضوع الملعب أن يكون عائق في مسيرة الفريق. أعتقد شهر الثاني الله يسلموهم طلعوا يا برنامج خطير قال يعني يوم يقولون باشر عقبه قصة طريق بالدوري متأذي هم أي نوروز يعني هذا الانتقال يعني الهرهاق والسفر ماكو استشفاء والطريق التدشوف ماكو طيران كله باص، هاي كل أمور يعني سلبية. كابتن جبار كربلاء مباراة ثالثة بفوز يعني فعلا. فريق ممتاز. كربلاء يعني يقدم مباراة ممتازة خاصة إذا يستغل أرضه بشكل متميز. أرضه وجمهوره. أرضه وجمهوره فعلًا. نوعية اللاعبين المحترفين فريق كربلاء خاصة اللاعب اللي لعبه آخر ميني سيما يعني هذا اللاعب الوسط يعني لاعب خلف المهاجمين غير من واقع وسط الزاوية. الهدف الثاني كان خطأ من المدافع صح؟ ما مدافع نوروز غلط؟ تسليمه كان خاطئ. صح. بالإضافة إلى وجود لاعبين شباب على رأسهم زيدان عبد الجبار يعني أعتقد لاعب شاب يمتلك كانت كبيرة. كربلة يعني فريق صاعد من الدرجة الأولى دي يؤدي أداء متميز، أعتقد سوف يذهب يعني إذا بقى بهذا المستوى بهذا الدعم وصبر الجمهور، لأنه فترة من فترات يعني أنتم فريق هسه صاعدين بدأوا يطالبون يعني الكادر التدريبي أنه فوز على الزوراء، هذا ما ممكن يعني أو على فرق يعني مستواها أفضل من كربلاء. الآن فريق كربلاء دا يستغل الظروف المناسبة دا يفوز على فرق أقرانة نافسة والفوز ب6 نقاط دا يصير. أعتقد أداء مقنع، بقاء كربلاء في هذا المستوى هو بقاء في الدور الممتاز. موسم المقبل يجب أن تكون طموحات كربلاء أكبر. طيب المباراة انتهت بفوز كربلاء، إذن سنذهب إلى أربيل. المباراة ما بين أربيل والنفط انتهت 2-0 لأربيل. مونتيرو سجل وأمجد راضي سجلوا لأربيل بالشوط الثاني. مصطفى كريم النفط بعد مركز 18 رغم استقدام حكيم شاكر ما تغير شيء بالفريق أو شوفه تغير؟ ماكو تغير، وأنا أشوف أنه يعني
الطبيعي اللي هم بيه. طبيعي من اي ناحيه؟ يعني على تتكلم مثلا على المستوى الفني اللي نشوفه ده اللحظه من خلال يعني بدايه الموسم لحد الان مستواهم يعني غير جيد، ما مقنع رغم انه غيروا الكادر التدريبي بالكامل، بس انا اشوف انه استحقاق طبيعي هذا مركزهم بظل الاداء الموجود داخل الملعب. المشكله باللاعبين، طلع حسن احمد جاء حكيم شاكر، المشكله باللاعبين وين؟ الاداء الفني. انت بعض الاحيان تستقطب مدرب، يصير تغيير مدرب، حاله النفسيه والمعنويه ممكن تتغير. يعني هم حتى المباراتين اللي تعادلوا بيها ضد نفط الوسط وضد الزوراء رجعوا، يعني كانوا متاخرين رجعوا. بعض الاحيان تكون يعني تنحسب لهم لو ضدهم هم، لا هم لحد الان كل يعني كل النتائج طبيعيه استحقاق، يعني حتى من كانوا متعادلين انا اشوف انه طبيعيه. لحد الان يمكن ثامن جوله ما شفنا فريق النفط متسيد مباراة او متفوق على فريق الخصم بحيث يستحق الفوز. يعني ممكن تأدي، ممكن تلعب، تضيع، تدافع صح، تضغط صح، عندك حلول داخل الملعب تستحق الفوز. الحظ مثلا ما يحالفك بعض الاحيان، المنطق انه النتائج الطبيعية التي تحصل للنفط. استاذ حسن، اربيل ثالث انتصار، مركز 12، وضعه ممتاز مع غازي. يعني انطلاقه قويه للمدرب غازي فهد، واثبتت بانه فريق اربيل لديه امكانيات يمكن ان تساهم في عودته القويه بالنسبه للدوري العراقي. وهذا ايضا عوده الى سؤالك عن طاقات المدربين وامكانياتهم. يعني غازي واحد من المدربين اللي حقيقة ترك أثر كبير بالنسبة لجماهير البصرة ومتابعين مسيرة هذا. بس نتيجة من سمعت أربيل غالب النفط 2-0، نتيجة يعني مهمة. النفط بعده في بالنا، النفط فريق المنافس المزعج. أنا كنت أتمنى أن تشبع هذا الموضوع، يعني نقاش، يعني فريق النفط تغيب عن الكثير من المتابعين الأسباب الحقيقية اللي تقف وراء هذا التراجع. يعني من غير المعقول بعد 8 مباريات يخسر 5 ويتعادل في 3 وما يحقق الفوز، وهو الآن في المنطقة منطقة الهبوط. يعني فريق النفط بإمكانياته وفريق مؤسساتي ولديه رصيد وباع طويل من التواجد في الدوري، حتى وإن كانت نوعية اللاعبين اللي ما تسعفهم في المنافسة على الصدارة، بس على أقل تقدير أن ما تكون نتائجهم بهذا الشكل اللي تجعلهم الآن ضمن منطقة الهبوط. يعني فريق النفط مو فريق عادي ولا فريق بسيط ولا يعني ليس لديه تاريخ في الدوري العراقي، ولهذا يعني واحد أنا أعتبره من أهم أقطاب الأندية. المباراة الجوية طلب مباراة صعبة بعد القوة الجوية حقيقة. ساطاها أنا لحد الآن أجهل الأسباب اللي تجعل فريق النفط بهذا المستوى بهذا التراجع. يعني القصة ليست بتغيير المدربين، والمشكلة ليست مشكلة فنية، يبدو أنها مشكلة إدارية. باختصار النفط ده يعمل بنفس الطريقة السابقة، لذلك أكو فشل. يجب أن يكون هناك تغيير. بعض الأحيان الإدارة تضع استراتيجية تريد توصل مثلا مراحل متقدمة، بهذا الوضع بنفس اللاعب. آسف على المقاطعة، نادي النفط صار 30 سنة على هذا الأسلوب، يعني مو هسه هذا الموسم اجى ونفس الإدارة نفس الإدارة. لا نفس الإدارة أوكي، بس أنا حسب مشاهدتي نوعية اللاعبين لم تتغير، نفس نوعية اللاعبين. بعض الأحيان أنت تحتاج إلى تغيير تجديد فريق. وهذا اللي قلته كابتن، صح كلامك منطقي، هذا اللي تكلمنا به. الأداء كابتن ما يسعفهم أن يأخذوا لي 3 نقاط، الأداء الفني صح هو. يعني أنا أعتقد أنه بس تغيير نوعية، مو 8، تغيير نوعية اللاعبين أعتقد سوف يغير من بس أعتقد اللاعب المتصدر الهدافين. لا لا ممس. لا لا هم يمكن أنتوني 5 أهداف، 5 أهداف أي يعني أهداف. يعني عتهم اللاعب اللي سجل على الديوانية وسجل على الشرطة وعلى نفط الوسط. أي نفس اللاعب. زين نروح للمباراة الأخيرة بحلقة اليوم، مباراة القوة الجوية والشرطة، وقيمت على ملعب الشعب، انتهت القوة الجوية بهدف أكاكبو 85، جوية بالصدارة وشرطة مركز 8. أحس رأساً أنا بدي أروح لجمهور الشرطة قبل المباراة، قبل أسأل خلي تناقشون، روح جمهور الشرطة مباشرة.
كابتن تحياتي للضيوف ولاخواني جماهير الانديه. تعرفنا بحضرتك؟ سيد سعد الهماشي مشجع نادي الشرطه. شرفنا سيد. كابتن انا ما راح احكي على راح احكي بشيء عام معاناه الجماهير اللي نشترك بها كل احنا. نعم. الاولى نسجل عتبنا على المحللين. نعم. محللين دورينا. يعني بعض المحللين هسه ما اريد اقول مثلا جبار هاشم مشجع الجويه بس مني احلل اذا الجويه مو زين يقول مو زين. زين. الشرطه زين يقول زين. مثلا نديم كريم من كنا نتونس على التحليل ماله. لكنه بعض المحللين للاسف يجي طينا اسم طينا اسم يعني عادي مثلا مثلا كابتن صفوان او كابتن سعد حافظ يجون كانما محزم على فريق معين على الشرطه فريق معين يقول هاي وحده. الثانيه اكو نظره دونيه للاسف وهسه من ضمنها حكاها كابتن مصطفى المشجع مو يعني مو فتشي لا شيء. المشجع يعرف المشجع بيه الدكتور بالمهندس بمعاون الطبيب بس ما بي مدرب بي صحيح ما مدرب بس ما بي مدرب ما يخالف ما يخالف بس بي مدرب بس ما يقعدوا بس رخصتكم. مورينيو ما كان لاعب كره قدم اي مورينيو ما كان لاعب كره قدم بس قاعد ويا السير بوبي روبسون سبيشال وين يشتغل وياه كابتن. احنا بالنسبه لنا لما ننطق اراء لما ننطق اراء لما هذا احنا ما نفرض احنا انا كمشجع جمهور الشرطه انا كمشجع كابتن نفسكم لا 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 كابتن احنا نقول الكل كابتن كابتن نقول الكل احنا كمشجعين نقول نحب النادي اكثر من اللاعب واكثر من المدرب واكثر من الهيئات الاداريه ممتاز احنا هذا ممتاز عندنا ايمان النادي اهم هذا العتب الاول. العتب الثاني نسجل على قناه الرابعه زين قناه الرابعه اخذت حقوق بث الدوري طيب. هسه اس ان جي ما اجه اشاره ما اجت ابو عشتار قصر احنا ما لنا علاقه فريقي يلعب محافظات انا مهيئ نفسي قاعد ارد اشوف اللعبه قبل يعني ذاك اليوم مباراه الشرطه ما نقلت اصدقائنا جمهور الزوراء بالبث المباشر وتقطع شلون يشوف اللعبه فهاي هسه احنا بعدنا بدايه الدوري بدايه الدوري طلعنا الرابعه طلعنا بنفس الليل احنا ما لنا كابتن احنا طلعت بعدين هاي من باوع عليها هاي الثانيه الشغله الثالثه اجي على النادي مالي نادي الشرطه زين. نادي الشرطه السنه اولا نادي الشرطه كل الفرق بنتقابله تقابله لانه بطل الدوري الموسم السابق ومحقق ارقام قياسيه وفايز بست ديربيات هاي وحده. وحده ثانيه جدول المباريات جدا صعب والعالم كله هسه كل العالم الدوري الايطالي الانجليزي الاسباني يسوي قرعتين قرعه للمرحله الاولى وقرعه للمرحله الثانيه حتى اذا اكو لعبات صعبه تتغير هاي 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 الثالثه. الرابعه احنا الحكام صارت مشكله ازليه مشكله ازليه لا نقول فار صعبه ولا نقول شغله واحده بسيطه شغله طبقت بكاس العالم خلي يطبقونها بدورنا شغله الميقاتي انا وقتت لعبه الشرطه بس ترى الفار اللي كابتن بالوقت كابتن لا خلوا ميقاتي لا كابتن خلوا ميقاتي خلوا ميقاتي انا اتصلت بالكابتن حازم السين قال خلوا ميقاتي ميقاتي صار تخصص لعبه الشرطه وتهوكاني المباراة كلها والله العظيم 9 دقائق و19 دقيقة مضيعين دهوك عدد تبديلات 9 دقائق و19 ثانية مضيعين الحكم هاي بالشوط اللي الثاني اللي كان في دهوك اي الشوط الثاني فقط الحكم احمد كاظم اعطى 5 دقائق زين. هذا ظلم ثاني احنا بالنسبة انه عندنا ايمان عندنا كابتن مو انا راح اختصر لك اياها عندنا ايمان بانه فريقنا نادي الشرطة نادي الشرطة مو من باب التعصب بس كفريق يقدم كرة قدم ويلعب بالارض الوحيد هو فريق نادي الشرطة. ليش خسرتوا هي الجوية؟ كابتن خسرنا هي الجوية هي مو اعذار بس اكو اصابات وجدول المباريات صعب طبعا كابتن مواص وعلي حصني وعبد المجيد ابو بكر عندنا هواي احنا نقول مو اعذار لكنه نقول احنا فريقنا لحد الان تجاوزنا جدول الصعب وان شاء الله القادم افضل. خلي نسمع للاستاذ الكباتن المحللين بس طين مالك حجي بدون زحمة عليك برايكم من الفريق هسه المرشح بينت به ملامح بطل الدوري بين لحد الان ما صعب يعني الدور الثاني ابو حسون نقيب مصطفى يقول الشرطه يصدر المرحله الاولى ان شاء الله نقيب مصطفى انا اقول لك الشرطه ياخذ الدوري مو المرحله الاولى لا 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 يا ابي انا اعتبر الشرطه بدون المواس كشمال اخ لا 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 اي بس غيابات عم عبد المجيد شايل النص مال الشرطه ها عبد المجيد ممتاز ها يعني المشكله الاساسيه عندكم باللعبه كانت طبعا استعطاها عندكم ما استعطاها من رخصتك طبعا مع احترام الاخوت يعني الحجو لا يعني انت اليوم تمثل كيان هذه الشرطه بتحجمهم بلاعبين المواس وعبد المجيد وكر لا هذا شيء خطا الشرطه عندهم لاعبين جيدين يعني من الحارس للمهاجم يعني البدلاء نادي الشرطه يقدرون يسوي لك حل زين فانا ضد استاذ علي
انه على من انه ضد استاذ علي انه على يقول المواس. لا لا بالعكس، لا لا، نادي الشرطه نادي محترم، يعني نادي الشرطه حتى بدلاء عندهم حلو. الامير اعطيهم، لا دافع انا عنهم، خل الحجي ها. بس الاستاذ هاي عنده مداخله، تشجع انت تشجع الزوراء؟ شرطاني انا اشجع الزوراء صدق تحكي. بالبدايه خلينا نكون واقعيين، احنا انا كباتن قاعدين محللين، ما قاعدين ناس غرباء على كرة القدم. نعم. الفريق ليش ما فاز؟ ليش ما فزنا على الجوية؟ ايه؟ اكو اخطاء ما كان التدريب بالساحة. انا ما لي علاقة، العام جاب لي دوري، انا بالنسبة لي احب النادي. الكادر التدريبي ما يقدم، اقول انت ما قدمت، ما ظل احب اعدي. مع 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 رقم ثلاثة من عمدة الفريق. هذا مو عذر، كم لاعب الاتحاد انت مسجل؟ 35 لاعب لو 45 يروحون اثنين تشرط نادي الشرطة. لا بهاي موضوع البدلاء، البرازيل بالكأس العام ذاك اليوم بدلاء خسروا. لا 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 ما له علاقة كابتن، هذول ناس شغلهم غير، ما يتقارنون ويانا. بس احنا شو نقول؟ عندك لاعبين شباب. ايه. عمر غالب من ضمي. حتى تقول لي شو فهمكم احنا مو فهمنا؟ لاعب عنده موهبه. انطيه فرصه. عمار لك صيروني. انطيه فرصه. اللاعب حق الاتحاد مدري يسوي قرار 23. ايه؟ لانك استهتار من بعض المدربين. ما ينطي، والغوب سبب الضغط. ما ينطي فرصه للاعب الشاب. طبعا اللاعب الشاب شو راح يصير بيه؟ مثل قوقيه من راح للزوراء بسبب خطه المدرب. ايش صار قوقيه؟ بسبب ايوب اوديشو. طبعا لعب عقيم، كله شوت شلاق، وماكو كره قدم حديثه اللاعب يتطور. مو حقهم السعوديه تنزل لاعبيهم من اسبانيا حتى يتطورون. احنا شو نسوي؟ نرجع دروب. احنا نعرف زين. حجي، خساره الشرطه مع الجويه صاعدتكم رد فعل؟ اثرت بثقتكم بالفريق؟ ان ثقه كامله بالفريق جيد من اول التاليه. ما عندنا لاعب يعني مثل ما نقول احتياط، وما عندنا لاعب اساسي، كلها اساسيه. زين. بالأثر على النتيجة التحكيم، يعني أنت عندك رقم 9 مال الجوية من دخل على اللاعب، هذا المفروض رأسا أنطيه انذار. كابتن 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 بس ما رخصتك، هذا رأسا ما جامل اللاعب. ثروة وطنية كابتن، لاعب ثروة وطنية، مو مالتي ومالتك، مال كل الفرق. احنا كنا الوغز واحد المنتخب، الوغز واحد المنتخب. صح. زين، احنا مو يعني جبناها على السعوديه وما السعوديه كاس العالم. زين، يعني صار عندنا مثل ما نقول رده فعل. ليش فريقنا احنا هيك؟ ليش فريقنا هيك؟ هذا المشكله، لانه قلت لك اللاعب ثروه وطنيه ما ادخل عليه مداخله. اي الدخول كان المفروض يعاقب ببطاقه حمراء. بطاقه حمراء مو بس هو، حتى لو لاعب انا ضارب ابو الجوي انا عتبي عليه. ممتاز ممتاز. شكرا جزيلا كابتن. بالاول اسم حضرتك مشتوى جاسم. مشتوى بالاونه الاخيره كثرت، يعني بدايه الموسم جميع الجماهير قالوا انه تقنيه فار ما فار، والاتحاد نزل مشهور هذا الموسم فار، انه برجع لغى القرار. احنا لو تشاهدون الدوري المصري، باقي الدوريات الدوري المصري باللعبات الجماهيريه، هي هاي اللعبات نقول عليها حساسه، مو صح؟ انا ما ادخل يعني موضوع فني، لان قالها الكابتن مصطفى احنا بغضكم. اي صح، صراحه غير صحيح، مو موضوعنا اصلا. بس ندخل يعني باقي المواضيع، مثلا مواضيع الحكام كثرت بالاونه الاخيره. المفروض باللعبات الجماهيريه حكام يختارون حكام اجانب، الدوري المصري كذلك جاي يسوون، بس باللعبات الجماهيريه. ليش هيك؟ فلوس ماكو، كل شيء فلوس. لا كابتن ليش؟ كل شيء فلوس ماكو، فلوس رادلهم. انت فار ما تقدر رادلهم يرادلهم كابتن. النتائج السلبيه، عفوا النتائج السلبيه بسبب الحكام بالفريق هذا الموسم. اي يعني باوع مصطفى صارت شرطه وطلبه. لا بعض الاوقات شويه، بعض المباريات اللي خسرتوها الشرطه. انا اتحدث كنادي الشرطه. اي صح، وجهه نظري شخصيا اني الحكام اثرت علينا. الثلاث اخر ثلاث لعبات، نفط الوسط والطلبه والجويه، من احسن الحكام عندنا، والدليل بانه يحكمون كل مال بطولات اسيا ومنتخبات اسيويه. صح لو مو صح كابتن مصطفى؟ يقول لي حكم مثلا علي علي صباح دولي حكم شرطه والطلبه مهند وغيره. زين خلوني لانه احنا بس نقطه قبل لا تروح واحده. ما يقول الحكام كابتن مصطفى، يقول الحكام ما يغير نتيجه المباراه. لا بالعكس، هذاك يوم يقول يغير، مو ده يقول لك هو اللي هو السبب الرئيسي. اي سبب اذا كان كان سبب مباراتنا ضد الشرطه كان سبب. احنا كنا لحد اخر تسعود ما احنا فايزين. زين جيد جيد، مو عندنا شيء. طبعا ما عندنا جمهور جوي، بس اكو بعد مباراه الشرطه والجويه حمادي نزل بوست بالفيسبوك بعدين مساحه، يعني ورا ما تدخل او مساحه. البوست يتحدث فيه عن مؤامرة، بوست طويل عريض عن مؤامرة، ويريدون يطلعون قحطان كثير ويريدون
قصه الجو قصه جويه يعني جبار هاشم احكي يعني بعدين رجعوا اخذوا صوره من الصالحين اكثر فريق قديمه يعني مو جديده ها والله مشكله الجويه ما جوي احكي براحتكم لا لا مشكله الجويه الاسجيات حكي قدامنا جمهور هسه ممكن يضغطون يدخلون بس مثل تدخل جمهور الجويه بالامور الماليه والاداريه والفنيه واللبس والتسريحه عندنا تسريحة عندنا حسن راد والسبري قصة عندنا فيديو هم نسولف عليه شوية رأيك بالموضوع البوست حمادي طبعا بعدين الكابو علي هم نزل قال له هيك فالقصة يعني مشكلة انه انت تلاحظ احنا بسبب يعني بسبب هذه المشاكل حتى إدارة ماكو يعني إدارة مؤقتة بالمناسبة يقال بين هي المؤقتة تريد تمدد عملها والآن اكو ضغوطات عليها يعني الجماعة حلالهم الوضع هي مؤقتة بدون يستمرون يبقون هي مؤقتة ما اعرف جد هاي مشكلة فأعتقد يعني هاي الأمور أثرت بشكل كبير على وضع الفريق الفريق هسه ماشي وده يفوز يعني أرجو من لاعبين من حمادي إنه هاي الأمور تترك ينزل مؤامرة هاي يعني أمور أكل عليها الدهر وشرب المفروض تتركز كلاعب يعني أنت كابتن فريق ولك ثقلك بالفريق مثل ما ذكر قحطان قال علاقتي طيبة ويا حمادي إنه يبتعد عن هذا الأمر. بس ينحلت المشكلة. بس إثارة ال. ما نزل شنو أنا شنو أنزل بوس فريق فايز وأنت مؤامرة وقع هاي دائما عندما تذهب إلى الجوية هناك مؤامرة هناك حقيقة هذا الأمر مرفوض تماما يجب أن يعرف الجميع حجمه جمهور هنا يوقف حدك وكلاعب أنت هنا حدك. لا تظل تدخل نفسك أنت كلاعب بأمور ما تعنيك الفريق مستقر. زين. ومتصدر وده يفوز احترم نفسك. وقعد سواء انت كجمهور او كلاعب وخلوا الرجال يشتغل يعني بطريقه والفريق ماشي دنقول طلعونا الفيديو مال حسن كل يوم ثارينا مشكله طلعنا الفيديو مال حسن رائد احمد خلينا نشوف حسن رائد لاعب اي هذا الفيديو صح حسن عيال واحد كتب لي فد رساله لطيفه قال شفت لاعبين المغرب ما حد مطول شعره اي بس تسريحاتهم حلوه كانت لاعبي المغرب صحيح منزلين شعر مثلك حلوه بس شعرهم ناصي استاذ حسن هسه هو لا باس بعد واحد يطلع لطيف وهذا استاذ طه يعني بس سبري انشغال بالسبري صراحه بس خلي الاخوان تفضل انا اعتقد واحده من يعني المسائل اللي تبعد اللاعبين عن التركيز هو انشغالهم بهذه الامور الجانبيه اللي ما لها اي تاثير على المستوى الفني يعني اذا نزلوا شعره اشعث او اذا الله يساعد خليل محمد علاوي مسرحه يعني ما اعتقد بيفت اضافه فنيه بالنسبه للاعب وانشغالهم بهذا الشكل المفرط المبالغ به يعني ممكن يعني احنا حتى في فترات سابقه وفي عقود سابقه كان اللاعب ايضا يهتم بنفسه يهتم بلبسه يهتم يعني اوكي يزين يرتب لحيته يعني انا اتذكر اكو لاعب في نادي الشرطه تلقي كانت جنطه قلت لك كنت اروح احضر التدريبات وبعض المباريات العطور و يعني الكثير من الامور التجميليه بس كان يقدم واحده من اروع مستوياته بالساحه يعني ما تاثر على طب ليش عديش على حسن انتقدت هم يلعب خوش لاعب ولو انطرد أنا قلت لك الآن أكو أمر مبالغ فيه يعني أنت إذا تشاهد الآن انشغال لاعبينا في قصات الشعر الموديل أو الـ حتى الأصباغ أو الفلتر بالصور كثير من التفاصيل هسه هذه خارج الملعب هسه احنا نتحدث عن التحضير للمباراة اللي أهم جانب بيكون جانب فني ونفسي وبدني يركز به وأيضا يعني مو عيب أن اللاعب يحضر للمباراة بأحسن صورة باعتبار أن المباريات منقولة تلفزيونيا ممتاز حتى بالتأكيد يعني مصطفى كريم بعيدا عن رد فعل حسن المبالغ هنا فد شيء صارت قصة رأيك باللقطة أنت أيضا هم تتمشط شعرك تتلاعب وتخلي سبري أنا أشوفها أنه مسألة طبيعية جيد وما تستوجب كل هذا الإثارة والتعليقات والكلام السلبي مسألة طبيعية جدا هسه احنا ما نريد نقارن بالامور الفنيه حالنا حال لاعبين العالم طيب التطين لاعبين العالم بالحما يدخلون بالهيدفون ويدخلون بالاغاني وبالمستلزمات مال يعني الاغاني مثلا المنتخبات الافريقيه شلون يدخلون يرقصون صح اي والهيدفون كابتن بالمنزه غير كابتن بس بالمنزه حتى بالحما
يقول لك حاله طبيعيه. انا شوف لا شعره طويل خلال السبره بس عادي يا سلام. فردي لو جماعي هنا شايل فردي لو جماعي جماعي طبيعي. لا حتى كل لاعبين فرديين هسه. بس اسالك يعني هسه مثلا حسن من دخل وسوى هاي الحركه يعني هسه على المصطبه فرضا يعني اكو لاعب يسمع يترك المباراه ويسمع اغاني على المصطبه؟ لا لازم يركز باللعب. كابتن هسه من يجي يدخل انت شايفه من ينزل من الباص لا لا شايل الهيت تمام. بس حتى ركز النقطه البوينت الاساسي انت تقول شيء طبيعي لاعب شعره طويل خله سبره وين المشكله؟ هي ها يعني ما هي ما اثرت على مستوى داخل الملعب زين يعني ومسألة طبيعيه جيد. يعني مساله طبيعيه انا اشوفها جدا غير طبيعي ساطا هي الاشكاليه يعني يعني شكل يعني لو راش سبره جوا دقيقه شوف لا لا الاشكاليه اللي ممكن ننطلق منها انه لحظه نزوله للملعب مصطفى كريم يعني باللحظه اللي يريد ينزل بها للملعب لحظه نزول يضع والله العظيم خلي يروح ياخذ ملاحظه من المدرب. مع احتراماتي لكل الاراء ومع احتراماتي لكل الكلام بس احنا نريد نسوي شو ونريد نسوي اثاره نريد نخلق فد موضوع حتى نتكلم بيه ويجيب لايكات كثيره. والله عدنا والله ما عدنا وقت والله عدنا وقت لا ضيوف على اللقطه هي اصلا حتى هي صادتها اللقطه والله العظيم مساله طبيعيه جدا وما تستوجب كابتن. كان عندك السبره ايام كنت لاعب منتخب او انديه انا ما كان شعر بهاي الحاله هيك تتخلي جلو سبره يعني اثناء الاحماء المدرب شاك يلا مصطفى سوي هيك تتخلي جلو قبل المباراه. قبل المباراه حبيبي صحيح قبل المباراه بس لحد هاي اللحظه ارجع اقول لك انا متاكد من لقطه طبيعيه مداخله جداً. بس اثنين منا ومنا اسمع جداً. وقت ما عد من عد ممكن تعيد ممكن تعيد اللقطه الثانيه واحده بس ما سبره اي ما سبره ممكن دقيقه واحده بس يلا طلعونا ثانيه واحده ثانيه واحده لا لا ثانيه لا لا عوفك من المدرب هاي لقطه يعني شوف عليه ما ركزوا ركزوا بس على اللاعب مو اي ركز على حمادي ايش بي نتناقش كابتن الساده ركزوا على النقطه وعافوه لا ما بيها شيء هسه كابتن فريق يريد يحكي جاي يتناقش يا حمادي شنو ايش بيه حد سبري ما بيها شيء وحمادي مشكله عندك بيه مشكله الفنيه مثلا ودي يتناقش والله جمهور الزوراء والله جمهور الزوراء متعفون الجوية مسألة طبيعية هاي وانا واجبي كابتن ها تعقيبا اتفضل كابتن طه بمختصر حيخلص الوقت عندي رساله صغيرونه للاتحاد العراقي طيب يعني احلفكم بمن بالسماوات بالرسول شرفكم سوينا منتخب كاف اضحكون علينا لان القائمه اليوم بس المخبل هذا مدرب اسباني يعني صدق جاي مدرب بطون الطموح عمي قائمه من المعيب هذا المنتخب ما يحصل ثالث بمجموعه مات مكاسه خليج جيد راح نناقش القصه وياكم في حلقه اخرى اكيد بس اكو فقره عندنا الافضل نريد نسمع ضيوفنا وبعدين نسوي تصويت من الجمهور قبل الختام المحللين بل الاستوديو التحليلي فهد طالب جلال حسن مصطفى محمد اريد نسمع تقييماتكم لهم من الافضل كان بالجوله تقييمات اعطونا يعني هسه ليش دول الافضل لا لا هسه ترى احنا المحللين بالاستوديو التحليلي الجروب جماعتك اختاروا دول الثلاثه هسه انتوا راح نسمع تقييماتكم لهم او اعترافكم على دول لكل واحد فهد طالب جيت تعطيه من 10 فهد طالب 9 من 10 9 من 10 حسن عيال فهد طالب جيت تعطيه يعني قياسا لما قدمه بالمباراه ممكن انطيه 8 8 نعم جيت تعطي فهد طالب وبظل الظروف اللي رافقتها بالفتره السابقه الاصابه والابتعاد والعوده وبهاي المباراه كان حاسم بشكل كبير خصوصا بالربع ساعه الاخيره نعم يعني شال اهداف محققه صح فاني وجهه نظري انه اعطيه 9.5 لان لولا توفيق انه صعبه يكتبوها لا لولا فهد طالب والتوفيق انه كان فريق القوة الجوية يستقبل اي لحظه هدف جيد يعني 9 ب9 ب8 26.5 9.5 26.5 دبروها 26.5 كتبوا ما له علاقه وقال 9.5 اي 26.5 لفهد طالب تصويت الجمهور تعتقدون بانه فهد طالب يستحق هذه الدرجه برفع اليد برفع اليد اجماع 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 هو الزوراء فريق كامل الزوراء فريق كامل معتمد بس على جلال شنو الزوراء شنو الزوراء
لا فهد 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 جاب لهم جيد 26.5 فهد طالب. جلال حسن جلال 8/10 8/10 جلال حسن 8/8 بهاي الجولة بهاي الجولة شباب هاي الجولة ان الفرص ما كانت محققة نفس الفرص اللي استغل اللي سنحت الفريق الشرطة فجلال ما اختبر بشكل كبير عكس باقي الجولات يعني عكس باقي الفرق اللي لعبوا ضده بالمباراة السابقة هو على نفط الوسط يعني. عكس فهد فأنا أروح مع الكبارات الأساتذة 8 جيد يعني 24 نقطة جلال تصويت جلال 8 جايين وياه مصطفى محمد جسار عنده جلال 24 مصطفى محمد لاعب الزوراء مصطفى محمد يعني أدى أداء متميز وسجل 10/10 أدى واجبه من ناحية الدفاعية أي. وكان أيضا ساند للهجمة وقدر يسجل فأعتقد المدافع اللي يسجل 10/10 أداء في المباراة جيد حسن عياد يعني إذا حسبنا تراجع الزوراء في المباراة الأخيرة والعودة إلى سكة الانتصارات والفوز ومباراة صعبة أمام نفط الوسط اللي يعشق التعادل نعم ممكن أن أنطي تقييم 9 نعم. جبار هاشم 10 حسن عيال 9 المصطفى مصطفى كريم أول شيء أنا هني مصطفى على الروح اللي عنده يعني الفترة السابقة كان جليس الدكة ملعب أي مباراة بشكل أساسي من التقييم الرغبة والحضور الذهني اللي كان عنده وأهنيه على على الشجاعة والرغبة بالناحية الهجومية فحتى من نفس ما تفضل انه من يعني كل واحد وجهه نظره انه انا اعطي 9.5 حتى لان ما ليش اللي عندك نص دائما ما له علاقه اذا تعطي 10 انا وجهه نظري 10 يعني ما عندنا خرده تلقى مثلا كل شيء عامل وجهه نظري المباراه 18 اي طبعا احنا نحترم 10 لعده اسباب اولا مصطفى تقريبا اول مباراه يلعبها هو هذا قلت انا هسه قلت الشغله الثانيه ادى ادوار دفاعيه ممتازه وهجوميه وادى ادوار هجوميه هو ما كان المفترض يؤديها يعني من صار التحول مصطفى الشجاعه والرغبه مالته كانت حاضره من انطي 10 اكو لاعب كان اكو لاعب كان يستحق اسم مصطفى خلى على تقييم 28.5 انت المفروض انه من سالت انه ترجع هيك حتى واحد يطريه وبعدين يرجع بيه الكامل حتى ما يقولوا متفقين لا لا اكو واحد برايكم بعجالك واحد يستحق ان يكون ضمن القائمه كان وقفلنا انا اعتقد لاعب الطلب حسين عبد الله حسين عبد الله احمد جلال اكو بعض اللاعبين اشتركوا اوقات قليله يستحقون مؤثرين كانوا مؤثرين كمثال انه لاوندي يعني مباراه بعد مباراه يثبت من طينة الهدافين ليس مشكلة المشاهدات كانت فقط مباراة لاعب مؤثر الزوراء ونفط الوسط زين خلينا نشوف المباراة القادمة اللي يوم الجمعة والسبت يرجع الديوانية والجوية نوروز والكهرباء هوك والكرخ النجف وكربلاء الزوراء مع القاسم هاي يوم الجمعة سبت تطوين اللعبات لو بس الجمعة لأن السبت صناعة وحدود النفط مع الطلبة نفط الوسط مع أربيل زاخو مع قميصان والشرطة مع نفط البصرة الساعة الجمعة سبت تزين توي كأس العالم اللعبات ما قدروا يغيروها يأثر يعني أريد أنور على موضوع والله تروح البيت يعني موضوع ملعب الحبيبي ملعب يعني صرح بس من باب الشرجي للملعب ما نقول ابو الكرخ ما يقدر يوصل للرصاص المايك وين المايك بس الموضوع اخذوا المايك يمين عنده اعطيه طي المايك يا اخي صاير بنص اي لان انت لازم تعبر القناه وتعبر المعارض و يعني معارض ما سيارات اني طب لا انت تدخل سيطره السيطره تنام بها فد نص ساعه ترجع المعارض يعني حتى اذا تعطي الطب بسيارتك للملعب 50 واحد يقول لك تبيع انا جاي ملعب بنولكم اي والله يعني ماكو شيء يعني هذا موضوع اهم منه اللي هو كله يعاني منه يدرون بالجماهير الموضوع وهو انه بعد ما تخلص اللعبه المباراه نعم. بخمس دقائق يطفون الضوايات وبعد الجمهور بالملعب ابو المولد هاي طبعا يعني مشكلة. يعني اذا طاها 10 دقائق حتى باللقاءات نعاني من هاي المشكله
شكرا جزيلا. فوق نطلعها على هذيك اللعبه. بعت السياره بالفلكه ورحت بتكتك. ها وصارت عندنا سرقه بالمنزع هذيك اللعبه. سرق تليفون علي فايز وتليفون ضرغام وفلوسهم من داخل المنزع. جيد. ترتيب الهدافين قبل الختام. هذا ترتيب الهدافين. مو قلت لك ابو النهض والصدر وناصر وحسين جبار و يا ابو حسين عبد الله مارادونا ابو نوروز احمد الغراوي. طيب راح نعدل ترتيب الهدافين الحلقه الجايه. احمد لان تعب وصل ترتيب الهدافين. شكرا لكم جمهورنا اساتذتنا. شكرا لاراكم. شكرا لحضوركم. ممتن جدا. شكرا لكم ضيوف الكرام. ايضا لكم مشاهدة شكرا التقدير. نلتقي ان شاء الله يوم الاثنين والحلقه الاخرى من برنامج دورينا. الى اللقاء.